معنا في كل مكان، تحية طيبة لكم أينما كنتم، من سارعي للمجد والعلياء إلى بلادي بلادي، من السعودية إلى مصر إلى جميع الدول العربية، نرحب بكم أينما كنتم، من هنا من مدينة الدمام، من استاد الأمير محمد بن فهد، حيث هذا اللقاء، اللقاء القمة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب المصري الشقيق، لقاء ليس من اللقاءات العادية، لقاء ليس من اللقاءات السهلة حتى عندما نتحدث على مستوى منتخبات الشباب، لكن الحديث عن منتخبين لهم باع طويل على مستوى الكرة العربية ولهم باع طويل على مستوى كرة القدم سواء في أفريقيا أو في آسيا، مع لقطة لحكام هذا اللقاء، طاقم حتى التحكيم ميكس ما بين آسيا وما بين أفريقيا من الإمارات ومن المغرب، وقائدي المنتخبين أمامنا، المنتخب المصري طبعا بقيادة إبراهيم علي محمد والمنتخب السعودي بقيادة باسل السيالي، وقرعة البداية تأتي للمنتخب المصري اللي اختار أنه يلعب على يمين السادة المشاهدين عند الجمهور الحاضر الكبير من أخوتنا من مصر العربية اللي حاضرين، ومع هذه اللقطات الحقيقة لا قبل وما قبل انطلاقة هذه المباراة، المنتخب المصري اللي لديه أيضا شعبية كبيرة في كل مكان الحقيقة، هنا في الدمام، في التواجد، في الحضور، في المساندة للمنتخب الشاب، المنتخب اللي له أيضا تاريخ على مستوى كأس العالم وليس فقط على مستوى أفريقيا، إذا ما تحدثنا عن منتخب مصر، إن ما تحدثنا عن المنتخب المصري منتخب الفراعنة الشاب، بينما المنتخب السعودي اللي أخذ مكانه على يسار السادة المشاهدين، وهذا باسل السيالي قائد المنتخب السعودي مع مدرب بندر باصريح اللي حاضر، وهذا أيمن اللي موجود معانا أيضا في تشكيلة المنتخب الأخضر بالمنتخب السعودي، منتخب الآخر ليس من المنتخبات السهلة إذا ما تحدثنا على مستوى القارة الآسيوية وحتى عن كأس العالم، سأتحدث في هذه المباراة وأركز أيضا عما فعل منتخب السعودي في بطولات كأس العالم، وسأتحدث أكيد عن المنتخب المصري وما فعل في بطولات كأس العالم وهذا التواجد. بالمناسبة قبل أن أبدأ وقبل أن أدخل في المباراة، الحديث أن استعدادات المنتخب المصري هي لبطولة لتصفيات أفريقية اللي ستكون إن شاء الله، بينما المنتخب السعودي الاستعداد لبطولة كأس آسيا هي التحضيرات هي كذلك. المغربي أمامنا زورق عادل، بينما يساعد المساعد الأول هشام آيت عضو المغربي أيضا، بينما المساعد الثاني علي النعيمي من الإمارات العربية المتحدة، والحكم الرابع أحمد عيسى درويش أيضا من الإمارات العربية المتحدة. المباراة ابتدت والمباراة انطلقت، خلينا نبقى ونبدأ مع التشكيلة رسمية للمنتخبين سواء هنا المنتخب السعودي أو المنتخب المصري. المنتخب السعودي رائد آسيبي بحراسة المرمى، 2 خالد دغريري، 5 خالد سعد الموسى، 6 القائد باسل السيالي، 8 فيصل غامدي، 9 محمد بران الهداف صاحب الهاتريك في مرمى منتخب فلسطين، هيثم عسير 11، 15 أيمن أحمد، نواف المطيني 20، 12 فهد الدوسري، 23 محمد محرزي. هذه أسماء بندر باصريح اللي أمامنا، مدرب المنتخب السعودي والمدرب الذي توقف طبعا عن اللعب طبعا في 2006، لكن عاد للتدريب، درب القادسية ودرب الاتحاد في فترة إقالة رامون دياز على مستوى دوري، لكن حديث لهذا المدرب، البعد لهذا المدرب، ساعدنا شاهدنا سعد مع منتخب الشباب، مع منتخب تحت 23 سنة والوصول إلى الأولمبياد مع منتخب المملكة العربية السعودية، شاهد الآن بينما المدرب محمد ربيع اللي حاضر، بينما لا هنا في اللقطة في اللقطة الماضية طبعا المنتخب المصري، والحديث عن اللاعب أحمد فاروق وعبد الستار صبري كمدربين موجودين مع المنتخب المصري في هذا
الصديقة وفي هذه البطولة ربيع ياسين طبعا أحد المدربين طبعا المنتخب المصري. وهنا انطلاقة مصري محاولة في الجبهة اليسرى، المنتخب المصري يحاول انطلاقة، خطورة قادمة عرضية صدت مرت لا تزال فرصة للواحد صفر، واحد صفر المنتخب المصري. لا، الكرة تتخلص وتعود مرة أخرى آلية أمامية، فرصة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. مباراة للشباب نعم، لكن من فئة الكبار. لما تتحدث عن المنتخب المصري والمنتخب السعودي كتاريخ، أتحدث عن التاريخ، روح للمنتخب المصري بالأسماء. فارس محمود بالنسبة لحراسة المرمى، حازم شكري 3، 5 حسام عبد السلام، 8 ورقم 10 إبراهيم علي محمد، 11 أحمد عاشور، 19 حسام أحمد عبد الهادي، و20 محمود جهاد جمعة، 21 محمد بكري ومحمود عبد المنعم، رقم 22 15 محمود صابر، و17 محمد شحاتة. هذه أسماء المنتخب المصري في لقاء اليوم. والمنتخب المصري كما قلنا بالتاريخ، المنتخب المصري بالتواجد حتى على مستوى بطولات كأس العالم، شاهدنا أكثر من حقبة زمنية المنتخب المصري يبدع من خلالها، شاهدنا أكثر من حقبة زمنية المنتخب السعودي يبدع من خلالها حتى على مستوى طبعا كؤوس العالم. لما نتحدث عن المنتخب السعودي في كؤوس العالم، حتى على مستوى المملكة العربية السعودية، المملكة اللي نظمت بطولة كأس العالم في 89، وكانت المجموعة الأخطر بالمناسبة، المجموعة الأقوى، اللي تابع اللي شاهد اللي عايش أيام وبطولة عام 89 عندما كان في مجموعة المنتخب السعودي لا يحسد عليها. ليش؟ لأنك مع منتخب البرتغال ومنتخب نيجيريا، خلينا بالمنتخبين هذولي البرتغال ونيجيريا. ليش هي الصعوبة فيهم؟ لأن البرتغال هو حامل اللقب في تلك البطولة، من صاحب المركز الثاني منتخب نيجيريا، ومع كذا المنتخب السعودي جاء في المركز الثاني. هذا حديث بأنه أو في تاريخ للمنتخب السعودي الشاب نتحدث عنه أكيد، ونتحدث عن وجوده، ونتحدث عن تواجد الأخضر السعودي في البطولات. بينما المنتخب المصري لعل البداية في عام 91 عندما كان في مجموعة روسيا ترينيداد ومنتخب أستراليا في تلك البطولة. طبعا في عام 91 المنتخب المصري خسر من روسيا، لكنه فاز على منتخب ترينيداد بستة أهداف مقابل لا شيء. هذه أكبر نتيجة في كأس العالم لمنتخب مصر. المنتخب السعودي على مستوى كؤوس العالم، لما نتحدث عن المنتخب السعودي على مستوى كؤوس العالم، أيضا هو الآخر سبق له أن فاز بستة صفر. متى كان هذا؟ في 2011 في البرازيل لما فاز على غواتيمالا بستة أهداف. من سجل أهداف المنتخب السعودي في تلك الفترة؟ كان ياسر الفهمي ويحيى دغريري ومحمد ألف تيل وياسر الشهراني وسالم الدوسري وإبراهيم الإبراهيم. هذه طبعا للتاريخ أتحدث عنها لأنه نحن في بطولة كأس عرب. نعم بطولة كأس عرب، نرجع لبطولة كأس العرب، لكن من ضمن الفريقين اللي أمامنا، والفريقين وليس من ضمن الفريقين كلهم لهم الخبرة الكبيرة على مستوى كؤوس العالم. لكن لما نتحدث على مستوى بطولة كأس العرب ونتحدث عن هذا التواجد، بالمناسبة البطولة بغض النظر عن نتائجها وبغض النظر من الفائز ومن الخاسر، لكن نتحدث عن التواجد. هذا خطأ في الأبعاد، المنتخب المصري يقترب الآن بعد خطأ دفاعي، فرصة الآن، لكن هنا العودة وتعويض الخطأ وإصلاح الخطأ من قبل هنا طبعا أمامنا اللاعب والقائد الحقيقة للمنتخب المصري اللاعب إبراهيم علي محمد في اللقطة الماضية والخطأ اللي كان. لكن لما تحدث عن البطولة بغض النظر عن النتائج، بغض النظر من الفائز، اي نعم الفوز مهما كان يعني له طعم ويعطي دافع كبير لمشاركات سواء للسعودية او سواء لمصر في التواجد او في الاستحقاقات على مستوى القارة الآسيوية من جهة او القارة الأفريقية من جهة. لكن الحديث وجل الحديث عن عودة هالبطولة، البطولة اللي غابت لثمان سنوات الحقيقة، لكن عودتها مرة اخرى هنا في أرض المملكة العربية السعودية، هو لما نتحدث عنه الحقيقة. الدور الكبير للمملكة دائما وأبدا في كل الأصعدة، سواء في كل النواحي، لكن هنا في النواحي الرياضية ونتحدث عن الرياضة، نتحدث عن دور المملكة الحقيقة في لم الشمل العربي، واللي دائما هي الحاضنة للعرب. وهذا ما يأتي الآن طبعا من خلال هذه البطولة في الرياض وفي الدمام، في مجموعة هناك ومجموعتين هناك ومجموعتين هناك.
لكن التوقف الكبير والعودة الآن من جديد لهذه البطولة والعودة لبطولة كأس العرب. نشاهد الآن الجميع نشاهد داخل أرضية الملعب من لاعبين من حكام من مدربين من مراقبين الكل الحقيقة من خلال هذه المباراة نشاهد الحقيقة المنتخب المصري بكادرة تدريبي كمدير فني كمدرب عام كمدرب إداري كمدرب حراس الكل الحقيقة هذا الشيء الحقيقة في هالبطولة اللي شد سواء أعطت جاذبية كبيرة والمنتخب المصري جاذبية كبيرة والجمهور المصري الحاضر الجاذبية الكبيرة وعند المنتخب المصري الآن في خطورة وفي خطأ وفي كرة ثابتة ملعوبة خطيرة فرصة الآن لكن تتخلص لا تزال الله يا حسام الله يا حسام على هذه الكرة والله على الكرة الماضية والله على الهدف الأول والله على منتخب مصر على منتخب مصر اللي افتتح التسجيل. حلوة كانت الكرة الماضية خطأ في الإبعاد خطأ في تخليص الكرة الماضية لكن حسام يأتي بالحسم يأتي بالهدف الأول لمصلحة المنتخب المصري واحد إذن يتقدم من خلال المنتخب المصري مباراة على فكرة يعني المنتخب السعودي فاز 4-0 المنتخب مصر فاز 4-1 يعني 8 أهداف سجل الفريقين شوف الله على الهدف هذا يا حسام يعني من يصدق انك انت قلب دفاع وتلعب الكرة بهالطريقة وتسجل الكرة بهالطريقة والهدف الأول اللي لمصلحة المنتخب المصري الكرة الماضية وهدف يأتي ويشعل المباراة الحقيقة مع الدقيقة 7 من أحداث شوط المباراة الأول المنتخب المصري يتقدم بهدف هذه المباراة حتى الآن كما قلت لك في مباراة لما تحدث عن دوري على بطولات على مستوى الشباب على مستوى الناشئين أو سواء المنتخب الأولمبي أو المنتخبات الأولمبية نحن نتحدث نعم بعض المباريات تكون وتيرتها ورتمها مباريات ليست مباريات الرتم العالي لا والله تكون أقل لكن لما تتكلم عن اللاعبين وعلى أسماء اللاعبين الموجودين الآن 22 في أرضية الملعب لا والله الأمور تختلف هنا أو هناك مع المنتخب السعودي أو مع المنتخب المصري هنا التدخل صاحب الهدف تحمس حسام عبد السلام وكان فيها خطأ والتدخل الماضي كان فيه خطأ لمصلحة المنتخب السعودي خطأ لمصلحة المنتخب السعودي في منتصف ملعب المنتخب المصري الخطأ موجود والتسديدة موجودة لكن إلى حارس المرمى على دفعتين فارس محمود يلتقط الكرة الماضية ويمنع الكرة السعودية والخطورة السعودية في أول محاولاتها عن طريق اللاعب المنتخب السعودي صاحب التسديدة الماضي نواف المطير الكرة عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري تاريخ كبير كما قلنا بالنسبة للمشاركات بالمناسبة المنتخب المصري ومنتخب السعودية التقوا أيضا على مستوى بطولات كأس العالم لكن خلينا نشوف ماذا لدى المنتخب المصري الله على المرور العرضية فرصة مرة عدت لكنها تنقطع وتعود مرة أخرى مركز أكثر المنتخب المصري المنتخب المصري أكثر خطورة أكثر وصول أكثر الحقيقة التحامات وهنا صافرة وفيها خطأ لمصلحة المنتخب السعودي هذا محمود جهة جمعة وخطأ لمصلحة أيمن هذا أيمن أحمد لاعب المنتخب السعودي وهنا التدخل اللي كان عليه من قبل اللاعب محمود جهاد جمعة والكرة اللي مرت وعادت مرة أخرى المنتخب السعودي في المباراة الماضية اللي انتصر على المنتخب العراقي بهدف طبعا بهدف دون رد كان طبعا من خلال التحضيرات اللي عملها المنتخب السعودي قبل بداية البطولة هذه بأيام لعب مع المنتخب العراقي في مباراتين طبعا مباريات ودية تحضيرية لهذه المباراة هنا طبعا بدلاء المنتخب السعودي وبالجهة الأخرى أيضا البدلاء بالنسبة للمنتخب المصري لكن المنتخب السعودي لعب مباراة كما قلنا لعب تحضيرية طبعا لهذه البطولة مع العراق طبعا فاز بواحد مقابل
لا شيء طبعا في هذا الملعب اللي احرزه محمد وران، وهدف المنتخب السعودي ايضا في الدقيقه 25. طبعا هذا اللقاء طبعا كما قلنا كان استعداد سواء للمنتخب السعودي او المنتخب العراقي لهذه البطوله. لكن الحديث عن المنتخب المصري كما قلنا، لكن هو في البطوله المنتخب السعودي فاز على منتخب فلسطين برباعيه نظيفه، كان هاتريك مران منها. هذه محاوله يحيى عاول بعرضيه، فرصه للتعديل، لا الكرة تتخلص، برافو من الدفاعات المصرية، ابعاد الكرة في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب. لكن الاخضر السعودي يحاول، اوه خطأ بالتمرير، عادت مرة اخرى. 1-0 ما تنتهي، 1-0 ما تنتهي، لان المباراة مفتوحة، مستوى كبير هنا او هناك. بينما حال التسلل هذا المساعد الثاني، هذا الاماراتي اللي رفع رايته في اللقطة الماضية، الحكم علي النعيمي او المساعد علي النعيمي، على اعتبار وجود ركلة حرة غير مباشرة بداعي التسلل، والكرة عادت. هذا فيصل الغامدي مشاها للأمام، سريعة سعودية، محاولة في الجبهة اليسرى، مرور حلوة، هذه عدت، هذه مرت، هذه عرضية، فرصة كانت ممكن، لا التسديدة مرت بعيدة، عدت بعيدة، برافو. حلوة الكرة هنا، حلوة الكرة هناك، اللي تابع، اللي وصل، اللي وصلنا هنا على القنوات الرياضية السعودية نجدد فيها الترحيب ونقول له أنت الآن في بطولة كأس العرب، أنت الآن في بطولة كأس العرب تحت 20 عام، اللي نشوفه السعودية واللي نشوفه مصر هذول تحت 20 عام، ما شاء الله. وهذا المستوى وهذا الأداء وهذه الطريقة وهذا اللعب اللي نشاهده حتى الآن، هذه كرة ملعوبة للأمام، والله ممكن تكون أكبر من بعض المباريات على مستوى الكبار، مستوى الفرق الأول. هذه كرة أمامية سريعة، الكرة عادت من أسامة عبد الهادي، لكن الكرة إلى رمية جانبية، يفقد الكرة. هذا أمامنا لعب محمود صابر، محمود عبد المحسن صابر، لاعب المنتخب المصري اللي كان في اللقطة الماضية، والكرة عادت مرة أخرى، أمامية سريعة للمنتخب السعودي. محمد محرزي يمشي كرة للأمام، محاولة مرور، برافو، في التحام وفي محاولة وافتكاك الكرة للمنتخب المصري، انطلاقة في الجبهة اليمنى، محاولة مرور في أقصى اليمين، لكن إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى رمية جانبية. لو نشوف المدرجات، مدرجات في استاد الأمير محمد بن فهد، نشوف الجمهور المصري، الحضور لإخواننا المصريين اللي موجودين في المدرجات، نشاهد حتى تأثير مباراة لم يمر عليها 24 ساعة. هنا تدخل وإبعاد، حارس المرمى يتدخل ويخلص الكرة الماضية، تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي، لمسة للأمام، لكن هنا فيها متابعة وفيها عودة مرة أخرى إلى الدفاعات المصرية. أمامية بالرأس تتحول، لا تزال الكرة داخل أرضية الملعب، محاولة مرور في الجبهة اليسرى، استلام، سيطرة، مرور، لا الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى رمية جانبية. هنا سعد الموسى، شوف 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 شوف، أوه زين، ما خذ باله، الكرة مرت إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب المصري في الجبهة اليسرى. الكرة مرت مرة أخرى، عادت من جديد إلى دفاعات المنتخب السعودي، أمامية، فرصة الآن افتكاك الكرة، لكن تتخلص وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري. أمامية طويلة في الجبهة اليمنى، نقترب من ربع ساعة، سريعة مرت، سريعة عدت، خطورة مصرية، خطأ بالدفاع بالإبعاد، برافو يا ولد، برافو يا رائد، برافو يا رائد، يبعد هدف مصري ثاني بشكل سليم، بشكل سليم. هنا رائد السيعي اللي أبعد الكرة الماضية وخلصها، والفرصة كانت مواتاة، لكن برافو عليك يا رائد، برافو يا رائد، التمركز كان سليم، والتقطت الزاوية بشكل سليم وإبعادها إلى أول ركلة زاوية في المباراة لمصلحة المنتخب المصري. ركلة زاوية موجودة على يسار رائد، على يسار رائد، شوف المنتخب المصري بالتمركز بالتحرك داخل الست ياردات، داخل منطقة الجزاء، بانتظار زميلهم، بانتظار اللاعب محمد بكري لتنفيذ ركلة الزاوية لمصلحة المنتخب المصري. هذا محمد بكري على تنفيذ ركلة الزاوية لمصلحة المنتخب المصري، بانتظار الصافرة وحكم اللقاء يعطي إشارة اللعب الكرة، لكنها تتخلص وتبعد إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب المصري. السيطرة موجودة، المحاولات موجودة، حتى على مستوى الوصول بالنسبة للمنتخبين هنا وهناك، شوف كما قلنا أقل من 24 ساعة، شوف المنظر، شوف
التيشيرتات والفنايل الاهلي وفنايل الزمالك، الكل خلف منتخب البلد، الكل خلف منتخب البلد بغض النظر. اي نعم، انا يكون بيني وبينك شد وربط وتفوق وتحدي وحماس، والله انت زملكاوي على مدى يعني عشرات السنين، ليس والله جديد، في تنافس في تحدي بيني وبينك، انا الافضل، انا المسيطر على البطولات، انا الاهلي، والله لا انا الزمالك، انا الافضل، انا النادي، يعني التحدي هذا خلاص والله اقل من 24 ساعه، يعني مباراه انتهت يعني في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي يعني قبل فتره، يعني ما كملت 24 ساعه، لسه ما اقول يوم، يعني لسه احنا فيها زي ما يقول اخواننا المصريين، احنا فيها، لكن الكل موجود، الكل خلف منتخب بلده تحت 20 عام او منتخب الشباب، لكن الكل موجود يؤازر يشجع يقول نعم نحن معك حتى على بغض النظر، لكن هو منتخب البلد وصل، انا موجود في بلدي الثاني في السعوديه، انا احضر المباراه، انا اشاهدها، انا اتابعها، انا اشجع، انا اتحمس، انا اشجع نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، اي نادي ممكن يكون، لكن انا مع منتخب بلدي دائما وابدا. هل الكره مرت الى الجانب الايسر لمصلحه المنتخب السعودي لكنها طويله والى احضان الحارس فارس محمود حارس مرمى المنتخب المصري. هنا في الكره الماضيه وفي اللقطه الماضيه بالمناسبه المنتخب المصري غير ثلاث او لاعبين عن التشكيله اللي كانت، يعني كان حسام علي موجود وعربي مختار موجود الان لم يشاركون مع المنتخب المصري او على اقل التقدير لم يشاركون في شوط المباراه الاول هنا بدون حاله تسلل. نعم هو كان شاك لاعب المنتخب المصري انه كان في موقف تسلل، لكن المساعد الاماراتي اعطى مجال يمكن ما يشارك، يمكن يجي احد زملائه، شوف هو عارف انه اوف سايد لكن قال ايش؟ دام الحكم ما رفع الرايه خلينا ناخذها شويه. على العموم حاله التسلل موجوده للمره الثانيه، ركله حره غير مباشره لمصلحه المنتخب السعودي، ركله زاويه وحيده هي مصريه، والمحاولات السعوديه هي مستمره على الرغم من محاولتين او ثلاث محاولات الا انه واحده منها كادت ان تكون بعد تسديده مرت واعتلت حارس مرمى حارس الحارس فارس محمود حارس مرمى المنتخب المصري. الكرة مرت مرة أخرى هنا إصابة موجودة، إذن ألف ألف سلامة للاعب المنتخب المصري، وقوع بعض التدخلات هنا، يعني ألف ألف سلامة للاعب المنتخب المصري هنا أحمد عاشور أو المعروف بكوكا أحمد عاشور، ألف سلامة يا أحمد. طبعا الدخول اللي كان والتدخل اللي كان في منتصف الملعب اللي حاول فيها افتكاك الكرة أحمد، لكن الكرة مرت إلى 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 الخطأ. شوف 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 تابع هنا أمامنا، شوف هنا الالتحام اللي كان، هنا الالتحام اللي كان، بعض الدخول أو بعض دخول اللاعبين يعني في 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 عند حكام المباراه، يعني البعض يطلق عليه التهور في الدخول او المبالغه في العمق، هذه امور معروفه عند الحكام، من ضمن طبعا التهور في الدخول او المبالغه في 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 القوه او فرط القوه، بعض المصطلحات هذه موجوده الحقيقه لدى الحكام، لذلك لاعب المنتخب المصري اللي تدخل واللي كاد ان يضر نفسه في اللقطه الماضيه، لكن الحمد لله ان شاء الله سليم وتعود مره اخرى يا كابتن تشارك مع زملائك، نشوف المباراه بحماس المباراه بقوه المباراه باثاره المباراه. بعشرين دقيقه مرت احبتي متابعي الرياضيه السعوديه اينما كنتم تتابعوننا في وطننا العربي الكبير، في مصر، في السعودية، في 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 الكويت، في الإمارات، في البحرين، في كل في المغرب، كل الدول اللي مشاركين معنا في هذه البطولة، البطولة التي عادت بعد انقطاع لكنها موجودة الآن، حاضرة الآن، مشاركة موجودة، تجمع عربي رائع الحقيقة في الدمام وفي أيضا مدينة الرياض وفي العاصمة الرياض، دائما معكم عبر الرياضية السعودية في كل المباريات هنا في 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 ملعب الراكب أستاذ الأمير محمد بن فهد، يعني ملاعب كثيرة أيضا، كذلك ملعب نادي الرياض، وكذلك هناك ملاعب ستدخل معنا إن شاء الله تعالى لهذه المباريات ولبطولة كأس العرب للمنتخبات، ملاعب كرة القدم هنا في السعودية
اللي الحقيقة ترسخ الحقيقة هذه المشاركة وتعطي هذه المشاركة الكثير والكثير من الرونق. يكفي هذا التجمع العربي اللي حاضر معنا هنا، يكفي هذا التجمع من الجميع، من المغرب، من الجزائر، من تونس، يعني الشمال الأفريقي كله موجود، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من المنتخب المصري اللي أمامنا الآن. الكل الحقيقة يأتي إلى أرض المملكة العربية السعودية، الكل يستمتع بهذا الحضور، يستمتع بهذا التواجد، يستمتع بهذه اللمة الحقيقة وبالنكهة العربية اللي موجودة معانا الحقيقة. لعل المجموعات اللي شاهدنا طبعا واللي شاهد أيضا التواجد لهذه المجموعات، يعني حتى على مستوى أفريقيا عندنا كما قلنا الشمال العربي كله، المغرب، الجزائر وتونس ومصر وليبيا وحتى السودان، يعني هذه المنتخبات اللي حاضرة معانا موجودة معانا هنا على مستوى هذه البطولة، كذلك منتخبات طبعا جيبوتي، مدغشقر، موريتانيا، هذه طبعا كمنتخبات، والسنغال أيضا اللي حاضرة في 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 هذه البطولة، منتخب يأتي، ونحن طبعا نرحب بالجميع في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا في مجموعات هنا في الدمام أو في العاصمة الرياض وفي كل الملاعب. كما قلنا في ملاعب جديدة، يعني 7 ملاعب ستكون فيها مباريات، وليست غريبة علينا، ليست غريبة على السعودية. نظمنا احنا كأس عالم في عام 89 للشباب، نظمنا في العديد من المدن، وهذا الملعب يشهد على تواجد منتخب روسيا، وهو ايضا في الركة على تواجد منتخب روسيا في 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 المجموعة، منتخب السعودية في والبرتغال ونيجيريا، وكذلك ايضا في مجموعات الرياض لما كان طبعا البطولة في 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 عام 89 لما كان معنا منتخب تشيكوسلوفاكيا طبعا قبل الانقسام، الان منتخب تشيك ومنتخب سلوفاكيا، لكن كان طبعا المنتخب موجود مع المنتخب السعودي في تلك البطولة في 89، لكن على مستوى مشاركات، على مستوى وصول للبطولة الحقيقة المنتخب المصري. راح نتحدث طبعا اكيد عن التاريخ شوية من هنا، ناخذ في الشوط الاول كذا شوية معلومات عما فعل المنتخب الشاب المصري، عما فعل المنتخب الشاب السعودي في بطولات كأس العالم. هذه محاولة مصرية سليمة، والله سليمة مرت، والله سليمة. هذا إبراهيم برافو يا ولد إبراهيم علي محمد في الكرة الماضية، الكرة اللي مرت واللي عدت واللي وصلت من جديد إلى حارس المرمى بعد ركلة مرمى، مرت من أمام الجميع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. شوف 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 العرضية خطيرة كانت، خطيرة كانت، هو لو مد رجله بس، هي لو مد رجله شوية كانت أن تكون بثاني أهداف المنتخب المصري، بينما المنتخب السعودي اللي حس بالخطر أكثر يرغب بالتعديل على أقل تقدير قبل النهاية في شوط مباراة أول. الكرة تعود لمصلحة المنتخب المصري في الطرف الأيسر، هذا محمد بكري يعدي بفاصل مهاري، يمر يمشي كرة للأمام لكنها تتخلص وتعود مرة أخرى، أمامية مصرية لمسة لكنها أيضا تتخلص وتعود مرة أخرى، مرت من جديد وعادت من جديد لمصلحة المنتخب المصري. مرة أخرى كرة مقطوعة، عادت سعودية البحث عن بناء من هذا المكان، من هذا المكان بالنسبة للمنتخب السعودي، لكن الكرات الطويلة تجد دفاعات المنتخب المصري بالمرصاد. هذا محمد بكري في الكرة الماضية، وهذه رمية الجانبية لمصلحة المنتخب السعودي، كرة مرت وكرة عادت من جديد، السعودية في أقصى اليمين، هذا استلام، هذا أيمن، يحاول أيمن يبحث عن عرضية لكن يجد الانتظار، ويجد ويجد أن الانتظار كان هو الوسيلة الأفضل، هذه كرة مقطوعة يخسرها في مكان خطير لمصلحة المنتخب المصري. شوف أمامنا 4-4، لكن هنا المتابعة والإبعاد والوقوع مرة أخرى للدفاع المنتخب السعودي، حكم اللقاء يعطي استمرارية وبالفعل قام بالسلامة لاعب المنتخب السعودي. عادت مرة أخرى سعودية في الجانب الأيسر، زياد يحاول تحت ضغط، تحت محاولة للمرور، الله الله، هذه خطيرة، فيها جول، فيها جول. شوف الثلاثي الدفاعي لم يعطي مجال حتى للتنفس في اللقطة الماضية، والكرة عادت مرة أخرى، ألف ألف سلامة، وقوع لاعب المنتخب السعودي على أرضية الملعب، هدف هذا الدوز
المصري. ما تشوف شرية فهد، الكرة عادت مرة أخرى سعودية، عادت من جديد، لا يزال فهد على أرضية الملعب. حكم اللقاء يطلق صافرته ويوقف اللعب، يطمن على فهد وعلى إصابة اللاعب فهد الدوسري اللي يقع على أرضية الملعب. ألف لا بأس عليك. شوف 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 شوف، تابع هنا أمامنا محاولة المرور، لكن ما بين اثنين لم يمر بل وقع على أرض الملعب، وإيقاف للعب. على فكرة منتخب مصر آخر مشاركة رسمية كانت في 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 طبعا في في ديسمبر في 2019، يعني قبل حوالي شهرين، لما لعب على لقب بطولة اتحاد شمال أفريقيا لأقل من 20 عام اللي احتضنتها تونس واللي حصلت على لقبها المنتخب التونسي، اللي جاء طبعا تتويجا بعد الفوز على منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدف. يعني كان الفوز الأخير والفوز لتونس على مصر في بطولة اتحاد شمال أفريقيا، بدلاء المنتخب المصري والابتسامة الحقيقة الأجواء. خلينا نتحدث عن أجواء هالبطولة، الأجواء الرائعة الحقيقة اللي تسود في هذه البطولة، ما بين اللاعبين، ما بين الأجهزة الفنية، ما بين الأجهزة الإدارية، الاتحاد العربي الحقيقة لكرة القدم، اللي فعله بالتجمع، بالتواجد، اللي فعله الحقيقة أيضا معهد إعداد القادة كشريك طبعا، الهيئة العامة للرياضة، هذا الزخم والاهتمام الحقيقة اللي في الرياضة السعودية، الاهتمام لرياضة العرب، الاهتمام بوجود المنتخبات العربية. أي نعم، منتخبات تشارك بغض النظر عن المجموعات، قوتها من ضعفها، التحاماتها وغيرها، لكن تبقى هالمجموعة، المجموعة الثالثة للأمانة هي أقوى مجموعة بشهادة الكل بدون تحديد. يعني حتى الصالحي، لؤي الصالحي مدرب منتخب فلسطين، يعني قالها وهو والله يقول مع مين ألعب، يعني مع منتخب السعودية، مع منتخب مصر، مع منتخب الجزائر. هذه المجموعة الحقيقة نقول والله حديدية شوية، تحس إن كلمة حديدية شوية على هالمجموعة أمانة. يعني منتخب مصر، منتخب السعودية، منتخب الجزائر، حتى منتخب فلسطين ليس من المنتخبات السهلة، لكن منتخب يعني ليس سهل. أي نعم، فاز المنتخب السعودي عليه بأربعة أهداف، لكن هذا لا يعني أن المنتخبات هي مختلفة تحت 20 عام، لأنها تتغير خلاص. يعني سنة واحدة خلاص 21 وانتهى موضوع، ما يشارك، متغير كثير. الآن المنتخب المغربي ليس سهل، المنتخب المغربي في مجموعته مباراتين لعب سجل 10 أهداف، أربعة منها في البحرين وأربعة في وستة في جيبوتي. يعني منتخب ليس سهل، ويجيك واحد يقول لك لا والله المنتخب اللي لعب من أمامه منتخب ليس صعب، منتخب جيبوتي مثلا، لكن أمام منتخب البحرين والله كاد أن يفعلها البحرين في تلك المباراة، كانت افتتاحية بطولة كأس العرب للمنتخبات عندما فاز المنتخب المغربي. إي نعم، فاز بأربعة أهداف، لكن ظروف المباراة الحقيقة كاد أن يفعلها المنتخب البحريني عندما كان متأخرا بهدفين للمنتخب البحريني، وتم طرد لاعبه أو استبعاده بالبطاقة الحمراء. بعد ذلك المنتخب البحريني بعشر لاعب سجل التقليص وسجل الثاني، وكاد أن يفعلها بثالث لولا أيضا عودة المنتخب المغربي وتسجيل لهدفين، واحد من آخر الدقائق. لذلك المنتخب المغربي أخذ مباراة من منتخب البحرين، ولكن هي مباراة صعبة ومباراة قوية. هذه كرة أمامية لمصلحة المنتخب المصري في الجانب الأيمن، محاولة مرور لكن في ضغط موجود، والكرة لا تزال مصرية بعرضية قد تكون، لكن شوف الضغط والعودة للخلف، العرضية تأتي لكن أيضا تتخلص وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري. لمسة عند أحمد عاشور، أحمد يستلم في منتصف الملعب ويعتذر أيضا أحمد من محمد بكري، والكرة أمامية، لمسة أيضا للمنتخب المصري لكنها تتخلص، وهنا فيها راية، إشارة إماراتية من هناك وتقول في ركلة حرة غير مباشرة. نصف ساعة مرت، ما أقول والله أنها عادية، لا والله كانت سريعة شوية، كانت سريعة نصف ساعة من أحداث هذا اللقاء. لا رغم يعني توقف اللعب في بعض الأحيان، لكن المنتخبين لا يزال لديهم الكثير على مستوى المنتخب السعودي والمنتخب المصري. هذه كرة أمامية، تغيير اتجاه اللعب للمكان الخالي، للمكان اللي ممكن تصل هنا الكرة في الطرف الأيسر، لكن كرة إلى ركلة زاوية سعودية هي الأولى،
لمصلحة المنتخب السعودي. هذا الإبعاد من اللاعب اللي أمامنا محمود عبد المنعم اللي مشي الكرة إلى 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 أو إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية لمصلحة المنتخب السعودي. على يمين الحارس فارس محمود، على يمين فارس، بينما أبو دلاء المنتخب السعودي في اللقطة الماضية اللي نتابع ونشاهد أيضا مجموعة اللاعبين الحاضرين معنا، خالد العبسي وباسل العرضي وكذلك أيضا باسل السيالي، يعني مجموعة وزياد الجهني، مجموعة لاعبين. هذه كرة ملعوبة للأمام، رأسية تتحول لكن أيضا تتخلص وتعود مرة أخرى لدفاعات المنتخب السعودي تحت ضغط موجود، تحت ضغط موجود، هدف ثاني 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 ثاني. لا يمنع رائد، يمنع رائد، برافو يا رائد، برافو يا رائد. حالتين كورتين كادتا أن تكون بنفس الغلطة وبنفس المكان وبنفس الرقابة. أهنيك الحقيقة لاعب المنتخب المصري، لم ييأس إبراهيم علي، بالعكس هو ضغط، هو ضغط، هو وصل. هذه الكرة مرت أمامية سريعة للمنتخب المصري لكن الكرة تصطد وتمر إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب المصري في الطرف الأيمن. هنا المحاولة الماضية، شوف الخطأ، شوف الخطأ، شوف استلام الكرة في هذا المكان، وشوف هنا إبراهيم محمد علي محمد الكرة الماضية، لكن والله برافو يا رائد، برافو برافو يا رائد الحقيقة، أبدعت أبدعت الحقيقة. هذه الكرة مرت، الكرة وصلت من الطرف الأيمن، عرضية لكنها تتخلص وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري. ركلة زاوية، ركلة زاوية موجودة في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب المصري. واحد لا شيء، 33 دقيقة نلعب من خلالها، وهذا رائد اللي سجل نفسه، رائد زيبي في مرتين وفي كورتين في تصدي كاد الحقيقة أن يكون النتيجة أكثر من ذلك، لكن إبداع في الإبعاد وإبداع بالتمركز وإبداع بالتخليص الحقيقة، نقدر نقول التركيز عالي الآن بالنسبة لحارس المرمى رائد الزيبي. الكرة تصل إلى ركلة زاوية مصرية ملعوبة للزاوية للقائم الأول، لكن كرة تبعد تتخلص إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية. هنا أمامنا اللاعب نواف المطيري، والكرة لتعود مرة أخرى لدفاعات المنتخب المصري. كرة مرت مرة أخرى، العودة للخلف، هنا تغيير قادم بالنسبة للمنتخب السعودي. كرة تعود، شوف هزاع الغامدي يبدو لي ورقة قادمة، هزاع الغامدي يبدو لي هو ورقة قادمة الآن، تغيير نقدر نوصفه بالتغيير السريع تقريبا، تسريع بعض الشيء. على العموم كرة مرت للأمام لكن يرى أنه التغيير يأتي أفضل من أن يتأخر أكثر ليغطي ثغرة يراها مدرب المنتخب، يراها قد تكون مؤثرة وهي كذلك الحقيقة. على العموم الكرة مرت إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب المصري، رامية جانبية في الجبهة اليسرى، وقوع لاعب المنتخب المصري على أرضية الملعب. ألف سلامة، ألف سلامة. إذن محمود، يبدو لي محمود جمعة على أرضية الملعب يشكو من إصابة، وقع على أرضية الملعب. إذن محمود هنا الكرة الماضية والكرة الأخيرة اللي وقع فيها، بينما هنا الجمهور المصري الحبيب العزيز الحاضر هنا في مدرجات استاد الأمير محمد بن فهد هنا في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية. هذا بندر مصريح وحديث ليحيى لأيمن أحمد، الحديث الحقيقة لتغيير قادم. نعم المنتخب السعودي يغادر، إذن المنتخب السعودي باسل السيالي، باسل يغادر أرضية الملعب. إذن التغيير ليتم، وهذا اللاعب لاعب المنتخب السعودي اللاعب هزاع الغامدي. ألف سلامة يا باسل. إذن هزاع هو الورقة الأولى، ألف لا باس إن شاء الله يا باسل.
والكرة عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي. لمسة للأمام، كرة تعود مرة أخرى، يعود بالسلام أيضا لاعب محمود جمعة، والكرة سعودية في الطرف الأيسر عرضية لكنها تصطد وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري، ملعوبة للأمام. هنا استلم، لمسة واحد اثنين، لكن الكرة تقطع وتعود مرة أخرى تحت مطالبة من الجمهور وليس من اللاعبين، من الجمهور بوجود لمستين. الكرة عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي. اللمسة للخلف عند الدفاعات، من جديد أمامية طويلة لأقصى اليمين، رأسية لركلة زاوية، نعم تبعد من الدفاع إلى ركلة زاوية، إبعاد كان من اللاعب محمود بكري. بينما هنا السيالي، طبعا ألف سلامة لك طيب محمد بران، ننتظر هدفك الرابع اليوم في هذه البطولة من أمام منتخب مصر. نتابع ركلة الزاوية أيضا، نتابع أيمن، ملعوبة للمرمى، جول لا للمرة الأولى، والحارس في المرة الثانية، والقائم يقف ضد المنتخب السعودي في اللقطة الماضية. فرصة كانت لي 1-1، لكن القائم في مرة وحارس المرمى في المرة الأخرى في اللقطة الماضية. هذا فهد الدوسري، مرة إلى رمية جانبية، فرصة كانت للمنتخب السعودي لتعديل النتيجة. بينما الكرة مصرية، لمسة أمامية، إبعاد من الدفاعات السعودية، والكرة عادت مرة أخرى لمنتصف الملعب في مكان خطير. أيضا مثل هذه المراوغات وقوع للاعب المنتخب السعودي، ألف سلامة. هنا سعد الموسى، شابع تابع هنا في المرة الأولى وهنا المرة الثانية، ولساني حالة مهاجم المنتخب السعودي لقيها من الحارس ولا من القائم، لكن في الحالتين تبقى النتيجة 1-0 للتقدم لمصلحة المنتخب المصري. كرة عادت مرة أخرى للأمام للمنتخب السعودي، لمسة موجودة في منتصف ملعب المنتخب المصري، لكن تحصل على خطأ، وخطأ موجود لمصلحة المنتخب السعودي في منتصف ملعب المنتخب المصري. بينما نتابع هنا أمام اللاعب محمد محرزي وبدلاء المنتخب السعودي الحاضرين، بدلاء الموجودين، الأسماء اللي ممكن نشاهدها سواء في هذا الشوط وما تبقى منه من 5 دقائق أو 7 دقائق متبقية من أحداث هذا الشوط، شوط المباراة الأول أو في شوط المباراة الثاني. نتابع الكرة الثابتة، ملعوبة عالية أمامية رأسية تبعد من الدفاعات المصرية، والكرة لا تزال حائرة بالرأس هنا بالرأس هناك، ولكن حتى الآن لم تستقر ولم تقف إلى في مكان نقدر نتحدث فيه. بينما البعاد هذا أيمن في اللقطة الماضية، الكرة مرت من أيمن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب المصري، الرمية الجانبية في الطرف الأيسر ملعوبة للأمام طويلة بالرأس، تتحول تعود مرة أخرى، عادت مصرية، لمسة للأمام لكنها تتخلص، مراوغة في المكان الأخطر، خلينا نقول هذا المكان هنا خطأ موجود لمصلحة المنتخب السعودي بعد المحاولة. بينما هذا هيثم اللاعب المنتخب المصري أحمد عاشور، والخطأ اللي موجود عليه لمصلحة المنتخب السعودي، ملعوبة للأمام، محاولة سعودية، لمسة أمامية لكنها تتخلص، عادت مرة أخرى لمصر أيضا بالخطأ، الكرات الخاطئة كثيرة. بينما الأمامية، فرصة، تدخل، إبعاد إلى ركلة زاوية، لكن هناك إشارة وحكم اللقاء يمنح بطاقة صفراء بداعي التمثيل للاعب المنتخب السعودي. هنا طبعا امامنا تحت بطاقة بران، لكن الحكم يوقف اللعب. هنا طبعا الحكم المغربي الزوراق عادل، ويقول انه في تمثيل، يا ايمن يا احمد، انت مثلت علي وتاخذ منها بطاقه صفراء لهذا التمثيل. اذا ايمن احمد يحصل على انذار، اول بطاقه صفراء في المباراه من على اللاعب ايمن احمد. هذه الكرة الماضية، تابع هنا أمامنا، هذه كرة أيمن، وهنا شوف المحاولة، هنا طبعا الوقوع اللي كان وحكم اللقاء يمنح البطاقة الصفراء نتيجة للتمثيل،
نتيجه للتنسيق. طبعا ايمن يحصل على بطاقه صفراء مع الدقيقه 40 من احداث شوط المباراه الاول. 5 دقائق اخيره احبتي متابعينا في كل مكان، متابعينا عبر الرياضيه السعوديه، مصر السعوديه 1-0 حتى الان. هنا المحاوله صارت، هنا حارس المرمى، كنت بقول صارت 2 لكن حارس المرمى والله رايد لم يعطي مجال ابدا للاعبو المنتخب المصري. الرائد ازيلي اللي ابعد العديد من الكرات، تابع هنا امامنا، لكن يبدع في الابعاد، كره سعوديه، فرصه الان، لكنها ايضا وصلت الى حارس المرمى، مرت الى فارس محمود حارس مرمى المنتخب المصري في اللقطة الماضية، والكرة اللي عدت إلى 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 الحارس مباشرة. كما قلنا أحبتي متابعينا إلى حساب هذه المجموعة، المجموعة الثالثة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عام، الأمور ما بين السعودية مصر السعودية 1-0 لمصلحة المنتخب المصري هي النتيجة حتى الآن. من خلال هذه المباراة، حتى هذه اللحظة، من خلال هذه المباراة ننتظر الكثير والكثير. نعم، في مباراة كبار على مستوى كرة القدم تعلي منتخبات تحت 20 عام. نعم، من خلال النتائج، من خلال التواجد، من خلال الحضور. نعم، منتخبات يعني هي الأصعب كما قلنا كمجموعة، لكن هناك مجموعة العراق، تونس، موريتانيا، الكويت المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية المغرب، البحرين، ومدغشقر مع جيبوتي، بينما المجموعة الرابعة السودان، ليبيا، الإمارات، والسنغال. هذه المجموعات، وكرة سعودية أمامية لكنها إلى حارس المرمى، عدت مباشرة. الكرات الخطيرة ننتظرها بعد كرة القائم والحارس، لا نزال ننتظر من المنتخب السعودي الوصول والضغط أكثر وأكثر على مرمى المنتخب المصري. 1-0 لا تزال هي النتيجة الموجودة، هي النتيجة الحاضرة مع الدقائق المتبقية من أحداث شوط مباراة أول. هذه كرة مرت لحارس المرمى، رائد لسعد الموسى، يمشيها للأمام سعد، لكنها تتخلص وتعود مرة أخرى المنتخب المصري في الطرف الأيمن. هنا محاولة مرور في أقصى اليمين، لكن في ضغط عليه موجود، عدى فيها، عرضية قادمة خطيرة مرت عدت، لكن لا تزال لمصلحة المنتخب المصري لمسة. 1-2، الله على اللمسة، على المحاولة، على اللعبة الأمامية، لكنها عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي. ضغط موجود وخطأ موجود لمصلحة المنتخب السعودي، خطأ موجود، إذن محاولة تعطيل الكرة من صاحب الهدف اللاعب حسام عبد السلام هنا في اللقطة الماضية، والكرة عادت مرة أخرى للمنتخب المصري. انطلاقة، تمريرة حلوة في مكان المنتخب المصري، بخطورة، بوصول، بتسديدة، والقائم، والهدف الثاني، الهدف الثاني، نعم هو الأخطر. المنتخب المصري بهذا الأداء، بهذا الوصول، بهذه النتيجة، ولو أنه رائد حاول أكثر من مرة، لكن هنا حارس المرمى بأكثر من مرة أنقذ بثلاثة وبأربع، لكن بهذه المرة مرت وعدت وللشباك بهدف ثاني يأتي عن طريق اللاعب أسامة أحمد عبد الهادي. نعم، أسامة أحمد عبد الهادي يسجل الهدف مع الدقيقة 44، مع الدقيقة 44 إذن الهدف الثاني لمصلحة المنتخب المصري، هدف مقابل لا شيء. المنتخب المصري يتقدم الآن ويضع نفسه كمتأهل في هذه المجموعة بانتظار بقية المباريات، لكن يضمن على الأقل تقدير التأهل ك6 نقاط طبعا في مجموعات الأربعة. هنا الهدف الثاني وهدفين مع الثواني أو الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول. لمسة للأمام، سعودية، أيمن يعديها في الجبهة اليمنى، هنا محاولة مرور لكنها طالت إلى ركلة مرمى، طالت ومرت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المصري اللي يتقدم، والجمهور المصري اللي يتفاعل، الجمهور اللي يعطي دفعة للاعبية. طبعا دقيقتين مضافة كوقت بدل ضايع، دقيقتين مضافة كوقت بدل ضايع يضيفها حكم اللقاء.
في احداث شوط المباراه الاول. الكره عادت مره اخرى مصريه في الطرف الايسر، انطلاق هذا اسامه، اسامه يحاول، صاحب الهدف يحاول يمر، لكن هنا الكره تتخلص بالاخير وتعود مره اخرى لمصلحه المنتخب المصري. لكن الصافره المغربيه تاتي لتنهي هذا الحوار باحتساب خطا لمصلحه المنتخب السعودي داخل منطقه الجزاء بعد الخطا. شوف هنا التدخل اللي كان من خلال الخطا لمصلحة المنتخب المصري. كرة عادت الآن لمصلحة المنتخب السعودي. فيصل مشي كرة في الطرف الأيسر، الدوسري يعديها، مرت من جديد عالية للأمام طويلة تماما، مرت إلى خارج أرضية الملعب، عدت بعيدة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المصري. الله الله على الجمهور المصري اللي حاضر هنا في جنبات استاد الأمير محمد بن فهد، تشجيع مستمر، حضور أيضا قبل المباراة بوقت مبكر الحقيقة. الدخول دائما في البطولة طبعا مجانا للجميع، سواء هنا في الدمام أو في الرياض وفي كل مباراة، كل المباريات هذه البطولة للحضور للتواجد لهذه البطولة. هذه كرة أمامية لا تزال لكن فيها صافرة وخطأ، خطأ لمصلحة المنتخب المصري. كرة أمامية طويلة في الطرف الأيمن، هنا التدخل اللي كان. الدقائق أو الثواني الأخيرة أحبتي في كل مكان، كرة تعود للمنتخب السعودي، الثواني الأخيرة من أحداث هذا الشوط. نعم إذن سيداتي وسادتي، إذن يطلق حكم اللقاء سيد زوراق عادل، صافرته ينهي شوط مباراة أول منتخب مصر بهدفين، منتخب السعودية لا شيء. من سجل حسام عبد السلام في الدقيقة 7، ثم جاء الثاني مع الدقيقة 44 من أسامة عبد الهادي، ينهي أحداث شوط مباراة أول 2 مصر 1 السعودية. ألتقيكم إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن. أما الآن أعود للزميل غانم العريني والكابتن سمير هلال للحديث أكثر وأكثر عما دار في أحداث الشوط الأول. أما أنا أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدي السعوديه الرياضيه. اذا الشوط الاول بين في مباراه المنتخب السعودي ونظيره المصري ينتهي بتقدم المنتخب المصري بهدفين دون مقابل. نذكر سويا مشاهدي الكرام بهدفي الشوط الاول، حسام عبد السلام افتتح التسجيل للفراعنه عند الدقيقه 8 قبل ان يعزز زميله اسامه احمد تقدم المنتخب المصري معززا بذلك النتيجة بهدفين دون مقابل، وسط انهيار دفاعي كبير للأخضر السعودي الذي أنهى الشوط الأول بنتيجة متأخرة استقرت عند هدفين دون مقابل وبمستوى يثير العديد والعديد من علامات الاستفهام. على أي حال أترك الحديث بشكل أوسع فنيا لضيفي العزيز المحلل الفني للقنوات السعودية الرياضية الكابتن سمير هلال. أحييك كابتن، إيش حصل في الشوط الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد شوط أول سيدة فيه المنتخب المصري بشكل كبير. المنتخب السعودي يمكن ما كان حاضر بشكل جيد، كثرة الأخطاء من المنتخب السعودي خاصة في التمرير، أتكلم أيضا الأخطاء الفردية من قبل خط الدفاع بشكل كامل. المنتخب السعودي يمكن عانى من كثرة الضغط على المنتخب المصري، القوة البنية الجسمانية اللي يمتاز فيها اللاعب المصري أحدث فارق كبير صراحة في الأداء، فشفنا أي صراعات تكون بين لاعب من منتخبنا أو منتخب المصري، المنتخب المصري يتغلب عليه. المنتخب السعودي حاول أنه يعمل على الأطراف وقدر، والله الآن أوكي قدر أنه يحصل على 3 فرص يمكن عن طريق فهد دوسري ودغريري، لكن ما كانت مؤثرة. يمكن كرة واحدة اللي فرص المنتخب السعودي اللي كرة محمد مران اللي سددها بالرأس في القائم، لكن المنتخب السعودي ما كان حاضر بشكل جيد. أعتقد تغيير طريقة اللعب يمكن أحدثت إرباك في نوعا ما في 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 المنتخب، انك تنتقل من طريقه الى طريقه في غضون مباراه واحده، اعتقد ان هذا الامر صعب وتغير لاعبين. فاحنا دائما نقول عندما تفوز في المباراه الاولى حاول انك تستمر على نفس التشكيل، اول حاجه للاستقرار، وثاني حاجه انك تعطي منتخبك دفعه معنويه جيده انه والله بنفس التشكيل انا قادر اني افوز.
كابتن بندر يمكن لعب اليوم انه يحاول يكسب المنتخب المصري بشكل مبكر، ظروف معينه ما ساعدته، المنتخب المصري كان قوي كان حاضر صراحه، استغل الاخطاء اللي في المنتخب السعودي، هدف تسجل مبكر يمكن دي السابعه والثامنه من خطا في الرقابه، هدف ما كان يتسجل، ايضا هدف تسجل في اواخر الشوط الاول صعب من مهمتك بشكل كبير، يعني الهدفين صراحه توقيتهم ما كان جيد. منتخبنا ما عرف يتماسك، خلنا نقول لك بعد الهدف الاول ما عرف يتماسك بشكل جيد ويرجع للمباراه. كابتن تكلمت عن جزئيه مهمه اللي هي طريقه او اسلوب اللعب، ويمكن في وقت سابق تكلمنا انا وياك انه 4-3-3 تعتبر صعبه حتى على اللاعبين الكبار، فما بالك بلاعبين في فئات سنيه، الى اي درجه هذا الامر اثر سلبا على لاعبي المنتخب السعودي في مباراه اليوم برايك؟ هو اثر سلبا انه صار عندك يعني مساحات كبيره، اتكلم على المنتخب المصري، يعني شفت انت الجهه مثلا اليسار جهه الدوسري كانت ممر سهل، انت اوكي عندك قوه، وفهد الدوسري بالعكس كان لاعب مؤثر في الامام، لكن ايضا في الخلف كان عندك ممر سهل، فانت الان بحثت عن الهجوم لكن الدفاع ايضا ما كان يعني بشكل جيد. النهايه كلفك هدفين. وكلفك هدفين هذا واحد، الشيء الثاني الطريقه هذه 4-3-3 تحتاج تمرس كبير. هي تحتاج تمرس كبير، صعب انك تطبقها فيها حتى لو لعبتها من قبل، هي تحتاج تمرس، تحتاج عده مباريات، تحتاج خلينا نقول لك طريقه لعب تستمر عليها لمده طويله، ولاعبينك خلينا نقول لك تشربوا هذه الطريقه وقدروا يبدعون فيها، وايضا اللعيبه الاحتياط لو نزل احد منهم يقدر يستمر على نفس الاداء، فطريقه ما هي سهله، يمكن خلينا نقول لك نجحوا فيها الهولنديين في فتره من الفترات وكانت يعني مميزه في الكره الهولنديه، لكن هي ما اقول لك والله الان هي السبب الرئيسي، لكن ممكن اللاعبين ما قدروا يقومون بالمهام اللي مناطه للمطلوبه ليش الطريقه هذه 4-3-3. المشكله احيانا ما تكون في الطريقه، احيانا المشكله تكون اللاعبين في اللاعبين ما يدون الشكل اللي انت تبغاه كمدرب، وهذا اللي حصل ان اللاعبين اليوم ما قدموا الاداء اللي خلنا نقول لك الكابتن بندر ممكن كان يطمح له، او المهام اللي كان الكابتن بندر يطمح له، فما كان ادائهم بشكل جيد. لعيبه المحاور مثلا تلعب ثلاثه، يجب ان لاعب من المحاور يكون يغطي على الجهه اليمين ولاعب محاور يغطي الجهه اليسار، ما قاموا اليوم بالدور هذا، ما كان موجود. هذه طبعا مهام يعطيها المدرب ولا ينفذ، هنا ما يلام المدرب بشكل كامل، لكن هي الان شوط انتهى، قادر المنتخب السعودي يرجع في شوط ثاني لو تغير طريقه اللعب. نقاط سلبيه كثيره تكلمت عنها، المساحات، عدم التركيز، وبنفس الوقت خليني أسألك عن جزئية، هل اليوم في الشوط الأول تحديداً كابتن اللاعبين ما كانوا بيومهم، ما كانوا مركزين، وإلى أي درجة الهدف المبكر خلينا نقول أحبطهم؟ وتكلمت معك كابتن قبل الهواء أنه هذه الفئة العمرية تتأثر من مثل هالأهداف، يعني الرجعة عندها صعبة شوي. هو شوف هذه دور لازم يحط اكثر من سيناريو للمباراه، يعني انت الان يجب انك تنزل وتوعز لعيبتك انه ممكن والله تقبل هدف، وامام ايضا منتخب ما هو سهل، كيف ان احنا نتماسك وكيف نرجع مره ثانيه من جديد، هذا اكيد السيناريو اللي كابتن بندر اعتقد انه وصل للاعبين، لان انت مشكلة مباراه تنزل ممكن تسجل، ممكن تخسر هدف هدفين، لكن كيف نرجع؟ فاعتقد المنتخب السعودي يعني هو تماسك لكن مش قادر يوصل الوصول اللي انت يعني ممكن تسجل منه هدف، وصوله كان ضعيف لان ايش؟ ما كان عنده خيارات الا اللعب على الاطراف، اليوم المنتخب المصري سكر اليوم المنتخب كان مكشوف، المنتخب السعودي خلنا اقول لك المنتخب المصري قرا المنتخب السعودي بشكل جيد، قرا بشكل جيد واحترمه بشكل جيد، وحاول انه ايش يلعب على نقاط قوته وحاول انه يقلقها وحاول يلعب على نقاط ضعفه، اليوم قدر انه يشتغل نقاط ضعفه اللي قلنا الاطراف وهو قوه المنتخب المصري اللي تكلمنا فيها، شفنا اليوم اللاعب ابراهيم علي اعتقد رقم 10 ثلاث فرص تقريبا شحاته تسديده، يعني اليوم الحارس المنتخب السعودي يعني اخرج المنتخب السعودي بالنتيجه هذه، خلينا اقول لك الحارس تصدى لثلاث كرات اهداف محققه، فالمنتخب السعودي يجب انه الشوط الثاني يعني يغير من شكله، يجب ان الشوط الثاني يظهر اللاعبين مستوياتهم عندهم اكثر من اللي شفناه، يعني اللي شفناه يعني ما اقول هذا مستوى المنتخب السعودي، لا عندهم اكثر، وان شاء الله الشوط الثاني قادرين. نقاط الضعف أبرزها تكلمنا عنها في الشوط الأول من المباراة، جزئية الهدفين صعبة كثير كابتن، ولا ممكن يكون فيها تعويض؟ صعب توقيتهم، توقيت الهدفين بداية المباراة، تعرف لما تنزل انت المباراة وإحساسك أنك أنت تبغى تنتصر ويتسجل عليك هدف مبكر، ثم آخر الوقت يستقبل هدف، يعني لما تخرج بين الشوطين بهدف، تدخل غرفة الملابس بهدف، اوكي الحالة المعنوية تكون افضل من انك تدخل بهدفين، لكن هذا الامر يجب انه ايضا يوصل للاعبين، الان هدفين صحيح لكن في كرة القدم واحد،
انك تقبل هدفين وممكن ترجع بثلاثة اهداف، لكن يجب ان اللاعبين يعطون في ارض الملعب افضل من هذا الاداء. في لاعبين مستوياتهم جيده اليوم ما برزوا بشكل كبير، ما اعطوا الاضافه اللي يمكن. اقول اللاعبين اللي نزلوا يعني خلينا اقول لك البدا اللي غيرهم الكابتن بندر، حاولوا اجتهدوا اول مباراه، حاولوا يبرزوا امكانياتهم لكن ما وفقوا لدرجه كبيره في المباراه الى الان. الشوط الثاني كابتن، السيناريو المطلوب اكيد من خلال كلامك المطلوب انه يغير اسلوب اللعب، يحاول انه على الاقل يغير من 4-3-3 الى 4-2-1-3. انا اشوف ان اهم نقطه الان هي فعلا انك تبحث التسجيل، لكن اهم نقطه انك ما تقبل هدف ثالث. لو لا تقبل هدف ثالث، ان قبلت هدف ثالث هذه الامور راح تصبحك. فانت الان لازم انك تلعب وانت يعني بتوازن معين، انك تلعب انك تبحث عن هدف وما تقبل هدف، وهذه مهمه ترى مو سهله مع لعيبه في السن هذا، انك تلعب عندك الازدواجيه في الفكر هذا، انك تلعب تبغى تسجل وما تقبل، فهذه تحتاج لها نوعيه من اللاعبين يعني عندهم فكر كبير. لكن ان شاء الله اللعيبه اللي موجودين معانا قادرين يعني، فانت تلعب ان انت اهم حاجه انك ما تقبل هدف، وانك توزن لعيبتك انك تقدر تسجل في اي لحظه مباراه. لو تسجل هدف حتى لو باقي 20 دقيقه 10 دقائق تسجلت هدف، انت راح تضغط على الفريق المصري، لان 2-1 تعرف نتيجه يعني تضع الفريق الاخر في 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 يعني في نطاق ضيق. ان انت فالاهم ان المنتخب السعودي ما يقبل هدف. طريقه اللعب هل هو يغيرها الكابتن بدر من 4-3-3 الى 4-2-3؟ وارد، قد يلعب ب 4-4-2 كلاسيك، ممكن انه يزج بمهاجم ثاني الى جايب محمد مران. محمد مران صراحه اجتهد وحاول لكنه وحيد وكان الاطراف بعيدين عنه كثير، فما يقدر ينتج لك، ما يقدر يعطيك بشكل اكبر. ولاعب عنده امكانيات جيده يحتاج للاعب يحرر اداءه، يخليه يتحرك بشكل افضل، يفك الرقابه عنه، وهم عارفينه يعني حاطين العين مثل ما نقول احنا عليه، يعني عارفين انه لاعب هداف، فهم في المقابل مركزين عليه. في المقابل منتخبنا يجب ينتبه من الاخطاء اللي كان اقول لك البسيطه، هي بسيطه جدا. في الشوط الاول حصلت ثلاث اخطاء ما يمكن تصدر من لاعب الان صحيح تحت 20 سنه، لكن تتكلم تحت 20 سنه انت لاعب فريق اول الان خلاص، يعني ما انت بلاعب 10 8 سنوات، هذه لا، انت الان لاعب 20 سنه في اوروبا، انت لاعب تلعب في الفريق الاول، فالان لا نطالع لاعب 20 سنه و18 سنه انه لاعب صغير، لا مو صغير. هذه الاخطاء يجب ان انت تبتعد عنها، اتكلم الاخطاء البسيطه اللي ما يفترض انها تصدر من لاعب كره قدم، انه والله انت كمدافع مثلا تراوغ مهاجم، لا هذا غير مقبول، هذا غير مقبول في عرض كره القدم. فيجب ان يبتعد عن هذه الاخطاء، وان زي ما قلت لك ان اللاعبين ينهضون من جديد وهم قادرين ويبينون امكانياتهم اللي نعرف عنهم وعندهم اكثر من هذا الشيء. طيب خليني ارجع معك على اسباب الثنائيه كابتن، اثرت رباعيه فلسطين على ما ابغى اقول تخدير بس اراحه معنويات اللاعبين في مباراه اليوم؟ طبعا هي نتيجه المنتخب لما تفوز في نتيجه اولى على منتخب اربعه تعطي اريحيه للاعبين، لكن اليوم المنتخب السعودي انا اقول لك يعني نزل المباراه هو طموح انه ايش؟ انه يحاول يستمر بالانتصارات، وهذا بالعكس يعني شيء ايجابي، لكن هو انصدم بقوه صراحه مو بسيطه، صراحه فراق البنيه الجسمانيه للاعبي المنتخب المصري، بنية جسمانية ما نشوفها حتى في بعض الفرق الأول في منتخبات كثيرة صراحة، ما شاء الله قوام جدا كبير جدا ومناسب، يعني قوام لاعب كرة قدم، أتكلم على المجموعة ككل، يعني ما تشوف لاعب والله الآن يعني تشوف بعض لعيبة منتخبنا يعني البنية في أي صراع، فهذه أعتقد أنها عملت فارق كبير. أيضا المعلومة اللي عندي أن المنتخبات المشاركة في ناس تلعب ب 2001 و2000 يعني في فرق أيضا بالأعمار، وانت تعرف الفئه هذه 19 سنه يفرق عن 20 سنه 18 يفرق، فاحنا منتخبنا ايضا مزيج بين اللعيبه اللي في العمر 20 واقل 19 18، فهذه ايضا شيء جيد يحسب للكابتن بندر انه يحاول انه زي ما قلنا يعد فريق او يعد منتخب للمرحله الجايه بغض النظر عن النتائج، يعني فهو قاعد ينظر للامام. في المقابل المنتخب المصري ادى شوط اول محترم، شوط مميز، حضور جماهيري جيد، ايش المطلوب من مدربه حتى يحافظ على النتيجه على الاقل اذا كنا حنتكلم عن المنتخب المصري؟ فعلا المنتخب المصري يجب نشيد فيه، قدم شوط اول جميل جدا مثالي، ساند الجمهور الكبير اللي حاضر. المنتخب المصري اعتقد الشوط الثاني ما راح يتراجع، انا توقعي انه راح يحاول انه يضغط على المنتخب السعودي، لانه يعرف الهدف الثالث هي معناها نهايه المباراه وقتل المباراه، فالمنتخب المصري لو تراجع اعتقد انه راح ممكن يعني يخسر المباراه او انه ممكن يتعادل المباراه.
فأتوقع توقع مجرد توقع أن المنتخب المصري راح يكمل الضغط على المنتخب السعودي، يحاول يستغل حالة، خلنا أقول لك الحالة اللي فيها المنتخب السعودي، أيضا يلعب على نقاط الضعف اللي في المنتخب السعودي، يتكلم على الأطراف وخاصة الجهة اليسار في عملية الضغط، أيضا يحاول في العمق أنه يستمر أنه يلعب الكرات في العمق ويحاول أنه ممكن يسجل هدف ثالث. المطلوب من المنتخب السعودي حتى يستغل نقاط الضعف بالنسبة للمنتخب المصري الهجوم ولا التركيز ولا الانتشار، ايش المطلوب بالضبط؟ المنتخب السعودي انا اشوف انه بحاجه لتغيير الان، انا بوجهه نظري الان صعب انك تستمر بنفس المجموعه، صحيح هو خسر الكابتن باسل كابتن الفريق كابتن المنتخب بالاصابه، صار تغيير مهم اي ونزل لاعب هزاع لكنه امور وارده اوكي، لكن انا اعتقد ان المنتخب السعودي الان بحاجه لتغيير، كابتن بندر يجب انه ايش لا ينتظر كثير، لان الهدف الثالث صعب الان تدخل لاعب، يعني ما راح صعب الامور، واللاعب اللي يدخل بيشوف المهمه بالنسبه لي صعبه، فالان 2-0 ممكن اللاعب البديل يعطيك بشكل افضل وتكون روح المعنويه بشكل افضل. اول 10 دقائق في الشوط الثاني كابتن ممكن يكون هي المطلوب تسجيل فيها هدف؟ لا مو بشرط 10 دقائق، طبعا هذه هو لو تسجل حتى في اول 10 دقائق لو هو يكون افضل سيناريو، افضل طبعا افضل لك انك تسجل، كل ما تاخر تسجيل، لكن يجب انه يوصل للاعبين انه احنا نلعب 45 دقيقة قادرين نسجل في دقيقة 40 دقيقة 30 وقادرين نسجل هدف ثاني في دقيقة، الهدف يتسجل في 8 فمو بشرط انه في 10، فلازم تلعب المباراة وانت وين، بس زي ما قلت يجب انك لا تقبل هدف ثالث يصعب مهمتك وينهي المباراة. توقعاتك كابتن الشوط الثاني كتوقع بناء على تفاصيل واحداث الشوط؟ والله كقراءة مبدئية على ما شفته في الشوط الاول، اول خلنا اقول لك ربع ساعة 20 دقيقة ان ما سجل المنتخب المصري، إذا ما سجل هدف ثالث المنتخب السعودي قادر انه يسجل وممكن يرجع بالتعادل، هذا توقعنا لأنه نشوف الأمور صعبة، لكن زي ما قلت لك إذا أحدث المنتخبنا بعض التغييرات حتى ممكن في المهام للاعبين، مو شرط تغيير يعني لاعبين، ممكن تغيير مهام في اللاعبين ممكن يتغير الأمور بشكل كبير. شكرا كابتن. شكرا شكرا. شكرا لضيفي العزيز المحلل الفني للقنوات السعودية الرياضية الكابتن سمير هلال على كل هذه الإضافات الفنية. نذكر مشاهدينا الكرام بشكل المجموعة الثالثة، حيث يتصدر المنتخب المصري في هذه الأثناء المجموعة الثالثة بواقع 6 نقاط وبفارق طبعا الأهداف. قبل هذه المباراة كان المنتخب السعودي هو المتصدر، ولكن وفقا لنتيجة هذه المباراة يتصدر المنتخب أو الشوط الأول يتصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة. نذكر بأن الشوط الأول انتهى بهدفين دون مقابل، كان عبر حسام عبد السلام في الدقيقة 8 وأسامة أحمد في الدقيقة 44 من الشوط الأول. كل الأمنيات والتوفيق للأخضر السعودي أن يتمكن من تسجيل تعادل في هذه المباراة وأن ينجح في عادة الأمور إلى ما كانت عليه بصدارته لهذه المجموعة وقطع تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب تحت 20 عاما للمنتخبات. أنتقل للزميل خالد اليوم. شكرا للزميل غانم نعريني وشكرا لضيفك الكريم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عودة لكم مجددا مع أحداث شوط المباراة الثاني، لقاء يجمع المنتخب المصري والمنتخب السعودي هنا في مدينة الدمام وبالتحديد في استاد الأمير محمد بن فهد. كما تابعنا وإياكم شوط مباراة أول انتهى لمصلحة المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء، الهدفين جاءت عن طريق اللاعب حسام عبد السلام مع الدقيقة 7، بينما الهدف الثاني جاء من أسامة عبد الهادي قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. هذه كرة أمامية، فرصة سعودية مع البداية ومع الانطلاقة. قبل البداية وقبل أن أدخل في هذه المباراة، تحدث أنه شوط المباراة الثاني ماذا تحدث بندر بصريح مدرب المنتخب السعودي للعودة للمنتخب السعودي للمباراة من جديد لتقليص الفارق من أمام المنتخب الصعب المنتخب العنيد المنتخب المصري اللي حاضر في الحقيقة بأسماء وبتشكيلة لم تتغير عما كانت عليه في شوط المباراة الأول. فارس محمود بحراسة المرمى تابع العرضية السعودية إلى حارس المرمى تفلت بالخطأ، وصلت الآن لا تزال المحاولة موجودة، لكن
لكن كرة تتخلص وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري. استلام لم الكرة بشكل سليم والكرة أمامية لكنها طويلة جدا. إذا فارس محمود بالنسبة للتشكيلة المصرية في شوط المباراة الثاني في خطوط الدفاع طبعا: حازم شكري، حسام عبد السلام، وإبراهيم علي محمد، أحمد عاشور، أسامة عبد الهادي، محمود جمعة، محمد بكري، ومحمود عبد المنعم، ومحمود الصابر، ومحمد شحاتة. هذه أسماء المنتخب المصري، بينما المنتخب السعودي اللي أجرى تغيير طبعا كان في شوط المباراة الأول، لكن الأسماء اللي حاضر: رايد زيبي بحراسة المرمى، خالد دغريري، سعد الموسى، وهزاع الغامدي، وفيصل الغامدي، ومحمد نران، وهيثم عسيري، وأيمن أحمد، ونواف المطيري، وفهد الدوسري، ومحمد محرزي. هذا حارس المرمى اللي فلتت منه الكرة في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية أبعدت من الدفاع، والدفاع اللي خلص الكرة الماضية فرصة سعودية عرضية أرضية، لكنها أيضا عادت مرة أخرى للمنتخب السعودي بالخطأ من جديد. المنتخب المصري يبدأ بكرة مراوغة، مرور، تمرير في الجبهة اليسرى. المنتخب المصري في صعود هجومي، في كرة أمامية، في لمسة، في خطورة قادمة للمنتخب المصري، لمسة للأمام، هنا المحاولة تزال العرضية، خطيرة 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 للمنتخب المصري، لكن تأخر بالتسديد. سليمة، والله خطير خطير المنتخب المصري، خطير. هذا أسامة في المرة الثانية، شوف اللمسة وشوف هنا التسديدة، لكنها في القائم الخارجي وليست في قائم المرمى. الكرة مرت بسلام، عدت بسلام، وعادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي. قلت لك مباراة على مستوى وعلى وزن الكبار، لما تتحدث، لما تشوف، لما تشاهد مباراة، لما تشاهد المنتخب المصري، لما تشاهد المنتخب السعودي، لما تشاهد الإثارة، لما تشاهد الحقيقة القوة اللي موجودة للمنتخبين، للأسماء اللي موجودة. على فكرة يعني البطولات هذه أنجبت الكثير والكثير من اللاعبين. يعني أنا كنت الحقيقة يعني نأخذ بتاريخ كأس العالم مشاركات مصر ومشاركات السعودية، نشاهد يعني أسماء كانت لها تواجد. أنا راح أعطي لأمثلة، ليس إلا لأمثلة. في كأس العالم في البرازيل 2011 يعني كان حاضر مع المنتخب السعودي، شوفنا أمامنا طبعا اللقطة الرائعة للجمهور المصري اللي حاضر هنا في جنبات أمام أستاذ الأمير محمد بن فهد، اللي متواجد معانا الحقيقة، العدد الكبير الحقيقة اللي يشاهد منتخب بلده، اللي يؤازر منتخب بلده، أشياء الحقيقة. والله طلعت حتى هذا الموضوع، لكن أرجع مع هذا الجمهور، والله يعني عاشق محب، يعني يتنفس كرة قدم، يرغب بتواجد، يرغب بمشاهدة منتخب بلده، يرغب بالانتصار طبيعة الحال. هنا طبعا الجانب للجمهور أو الحضور السعودي بمدرجات ملعب اللقاء، لكن العدد الأكبر الحقيقة هو لجمهور المنتخب المصري اللي حاضر هنا. أخواننا من مصر، الكبار، الصغار، رجال وسيدات، الجميع هنا في مدرجات خلف منتخب بلده. هنا كما قلنا من خلال هالبطولة، بطولة كأس العرب، البطولة التي أحييت الحقيقة، أحيت من جديد بعد التوقف طبعا 8 سنوات، لكن جاء هنا طبعا هنا في المملكة العربية السعودية، كان هو الحديث الحقيقة أنه والله من جديد نفعل هالبطولة. الاتحاد العربي، الهيئة العامة للرياضة، هذه محاولة تسديدة لكنها مرت إلى ركلة زاوية، اصطدت، مرت إلى ركلة زاوية. أحيا من جديد البطولة العربية والبطولات العربية على مستوى الشباب، على مستوى الناشئين، على مستوى الأولمبيا، كل استعدادات، هي بطولات، هي التجمع، الهدف الأكبر التجمع، نعم، لكن الهدف هو اللم الحقيقة الشباب العربي هنا في المملكة العربية السعودية، وليست غريبة، وليست جديدة، وليست الحقيقة يعني دائما دور المملكة الحقيقة كما قلنا الحاضن طبعا لهذا للعرب وللتجمعات العربية على مستوى كرة القدم وعلى مستوى الشباب. وعندنا ركلة زاوية سعودية مع 51 دقيقة، ركلة زاوية موجودة على يمين الحارس فارس محمود، ركلة زاوية في أقصى أو في الجانب الأيسر السعودي، مرت
عالية رأسية تتخلص خطيرة فرصة صدت مرت واحدة وثنتين ما مرت لكنها عادت مصرية لمسة أمامية لكن تجد متابعة إبعاد على طول مباشرة حتى لا يكون هناك الخطأ بالعودة من خالد الدغريري واللمسة مرة أخرى في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب لا 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 السعودي أسماء كبيرة أنجبت لهالبطولة كمعلوم خلينا ناخذها من الجديد ونرجع للتاريخ ناخذها من الجديد بعدين نرجع للتاريخ ناخذها من 2019 في مشاركة المنتخب السعودي لما كان التواجد للمنتخب السعودي هذه محاولة أمامية من الطرف الأيمن ركلة جزاء تدخل كان حكم اللقاء المغربي لم يتوانى بإشارة ركلة الجزاء وبالصافرة شوف الكرة الماضية هنا التدخل اللي كان من حازم شكري تعامل بحزم في الكرة الماضية لكن الحزم اللي أدى إلى ركلة جزاء للمنتخب السعودي بانتظار التقليص للمباراة راح تولع أكثر راح تشعلل أكثر نشوف ركلة الجزاء من على التنفيذ هو محمد بران محمد على التنفيذ وحارس المرمى أمامنا فارس محمود تعليمات حكم اللقاء المغربي طبعا النظام التحرك الخطوة اليمين اليسار الأمور هذه دائما معروفة بينما ركلة الجزاء هل يعود الأخضر مع الدقيقة 53 لأجواء المباراة على أقل تقدير لتقليص الفارق من أمام المنتخب المصري نتابع نشوف نشاهد ننتظر الصافرة لركلة الجزاء السعودية ركلة الجزاء السعودية نتابع نشوف يفعلها مران ولا حارس المرمى فارس يمنع هذا الشيء مران وفارس محمد مران جول الهدف الأول مع الدقيقة رقم 53 يأتي محمد مران يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء إذن لمصلحة المنتخب السعودي هنا ركلة الجزاء والهدف لمصلحة المنتخب السعودي إذن هنا الكرة الماضية الكرة اللي عدت الكرة اللي مرت وإلى المرمى هذه الكرة الأخيرة وركلة الجزاء وتقليص الفارق 1-2 و2-1 المنتخب المصري ونشوف نشاهد نتابع هنا الكرة الماضية الكرة اللي مرت والكرة اللي عدت هنا الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب مرت إلى خارج أرضية الملعب إذن إلى رمية جانبية هنا التبديل القادم بالنسبة للمنتخب المصري وشاهد اللاعب محمد مراد يغادر محمود جهاد اللاعب رقم 20 محمود جهاد جمعة ويأتي اللاعب رقم 6 في صفوف المنتخب المصري اللاعب محمد مراد إذن اللاعب رقم 6 هو التبديل الأول اللي يجريه المنتخب المصري في هذه الدقائق وفي هذا الوقت والمباراة تشعل الأكثر بالمناسبة يعني في مباراة تقام بنفس التوقيت طبعا في هذه البطولة الحديث عن بطولة كأس العرب لقاء السنغال من أمام السودان في مباراة أو في هذه البطولة على حساب المجموعة الرابعة السنغال يتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بالمناسبة قبل هالمباراة هنا طبعا الجمهور الحقيقة السعودي اللي حاضر بالشعار وبعلم المملكة لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا وفي أرض المملكة هنا في كأس العرب للمنتخبات هنا أمامنا طبعا النتيجة والأمور حتى الآن وهذا هزاع البديل الوحيد للمنتخب السعودي هزاع اللي جاء بديلا لباسل السيالي كنا نتحدث عن النتائج وعن المباراة المناسبة 35 هدف إلى ما قبل بداية مباراة اليوم يعني لو نزيد على 35 وصلنا 40 هدف لأن عندنا 3 مباراة السنغال وعندنا هنا 3 لا والله وصلنا 41 لا كده عملية الجمع عندي مو بصحيحة المهم 35 و6 41 وليس 40 نعم إذا هنا 2-1 للمنتخب المصري وهنا طبعا الاعتراض اللي كان والحوار اللي كان ماذا حدث؟ كان ردة فعل
المغربي حكم هذا اللقاء. يبدو لي والعلم عند الله كان فيها تلف، لكن حتى الآن نشاهد عمو السبعات. إذن حكم اللقاء حوار مع حكم اللقاء، لكن الاستبعاد موجود حتى الآن. استبعاد إذن لمحمود صابر. شوفوا هنا البطاقة الحمراء، يبدو لي كان في تلفظ لأنه أحمر مباشرة، لكن لا نعلم حتى الآن ما هي الأحداث اللي تمت، لكن هو الاستبعاد بالبطاقة الحمراء بعد حوار هنا محمود عبد المحسن صابر. محمود عبد المحسن صابر يستبعد بالبطاقة الحمراء، إذن نتمنى أن نراها، لكن يبدو لي هو طبعا مع الأحداث يبدو لي أنه كان حوار أو حديث مع حكم اللقاء. تم استبعاده بالبطاقة الحمراء اللاعب محمود عبد المحسن صابر، المعروف محمود صابر. هنا الحكم الرابع الإماراتي أحمد عيسى درويش، ومطالبة بالهدوء في دكة البدلاء بالنسبة للمنتخب المصري. مطالبة بالهدوء أكثر لدكة البدلاء بعد الاستبعاد بالبطاقة الحمراء. معليش يا كابتن، دائما في كرة القدم، بأحداث كرة القدم، بإثارتها، بالحماس، بعض اللاعبين يعني يخرج عن دوره بعض الشيء، وهذا بالأمور اللي نشاهدها دائما. لكن لذلك مثل هالبطولات حتى تعطي إلى جانب التدريب وإلى جانب الاحتكاك، تعطي أيضا وسع للإدراك في مثل هالكرات، في مثل هالمباريات. ممكن تخسرك أو يخسرك منتخب بلدك في لحظة هو بأمس الحاجة لك، في 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 حالة أو في حدث أو في كلمة أو في 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 مقولة في لحكم المباراة. لذلك الاستبعاد وعشر لاعبين الآن. المنتخب المصري يستكمل المباراة بصعوبة الآن، وعرضية سعودية رأسية تبعد من الدفاعات المصرية. لا تزال للمنتخب السعودي البطاقة الحمراء اللي قد تعطي دافع أكبر للأخضر السعودي. الاستبعاد بالبطاقة، هذا التدخل، حكم اللقاء أعطى استمرارية، الكرة عادت مرة أخرى أمامية طويلة بالرأس تتحول، لكن إلى حارس المرمى، مرت إلى حارس المرمى في الكرة الماضية. حلو الاحتكاك في مثل هالبطولات، حلو الاحتكاك في مثل هالبطولات، خاصة لما تحدث عن منتخبين شاركوا في كأس العالم. يعني منتخب مصر شارك في 91 و2001 و2003 و2005 و9 و11 و13، سبع مشاركات للمنتخب المصري في بطولات كأس العالم. لعل الأبرز الأميز 2001 الكل يعرفها، تسأل المصري يقول لك أنا أعرفها. في 2001 عندما تعادل مع جامايكا وخسر من الأرجنتين، فاز على فنلندا وتأهل لدور ال16. منتخب مصر فاز على أمريكا 2-0 في ربع النهائي، فاز على هولندا ب2-1 في نصف النهائي، خسر من غانا، وغانا اللي كانت هي الوصيف في هذه البطولة. هذه مسيرة أو حديثنا عن منتخب مصر. لما تتكلم عن التاريخ في كأس العالم، تتكلم عن الوصول لهذا في 2001، هو الأفضل حقيقة لمنتخب مصر وللجيل اللي كان فيه المنتخب المصري. 2013 أيضا أو 2011 كان الوصول اللي دور الستاشر. فارس محمود طبعا أخذ بطاقة صفراء، نال على بطاقة صفراء إذا فارس في اللقطة الماضية. هنا ليس هنا أحمد عاشور لاعب رقم 11، أحمد عاشور نعم تحصل على بطاقة صفراء. أحمد عاشور لاعب رقم 11، فارس هو الحارس. الكرة الماضية، الكرة عادت مرة أخرى، ساعة من اللعب مرت، ساعة من اللعب مرت من أحداث شوط المباراة أو من عمر المباراة كلها. 30 دقيقة متبقية أمام مصر للمحافظة وأمام السعودية للتقليص والانتصار. الكرة مرت إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب السعودي، منقولة في الجبهة اليسرى. المنتخب السعودي يحاول في كرة منقولة للأمام، اللمسة موجودة، الخطورة حاضرة، الرأسية موجودة في دفاعات المنتخب المصري في إبعادها إلى ركلة زاوية.
إلى ركلة زاوية موجودة. زاوية وفى المطيري وهزاع الغامدي في الكرة الماضية، بينما ركلة زاوية سعودية، هذا هزاع على تنفيذ ركلة الزاوية لمصلحة المنتخب السعودي. ركلة زاوية سعودية، انتابع ركلة الزاوية للمنتخب السعودي ملعوبة هنا الإبعاد، والكرة عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري. خطيرة، شوف واحد يمر، واحد يعدي، واحد يمر، لكن متابعة هنا فيها خطأ وفيها إنذار، هنا بطاقة صفراء تخرج على لاعب فيصل الغامدي. إنذار من فيصل، شد كان في اللقطة الماضية، يحصل على إنذار، بطاقة صفراء. حماس في هذه المباراة، حماس كبير في هذه المباراة في اللقطة الماضية، وهذا فيصل اللي شاف آخر الحل هو المسك، على الرغم من وجود خالد دغريري أمامه، لكن الكرة كان فيها مسك وكان فيها صافرة مغربية بوجود خطأ مصري لمصلحة منتخب مصر أمام المنتخب السعودي. حلو لما تتكلم عن حكم مغربي، فريق مصري، فريق سعودي، حكم إماراتي، حكم يعني مثل هذه الأمور يعني تعطيك حماس أكبر حقيقة، حماس أكبر. هذه محاولة لتسديدة أرضية لكنها سهلة، سهلة كانت الكرة الماضية. البطولة العربية وكأس العرب للمنتخبات بدأ أيضا بمسمى كأس فلسطين، فلسطين العزيزة، فلسطين الحبيبة، فلسطين في القلب الحقيقة. هنا طبعا التغيير يغادر هيثم عسيري ويأتي البديل اللاعب رقم 19 في صفوف المنتخب السعودي حسن العلي. حسن العلي أمامنا طبعا هو اللاعب البديل، حسن العلي ورقة السيد بندر مصريح. كرة ملعوبة للأمام طويلة بالرأس، تبعد من الدفاعات المصرية، عادت مرة أخرى، لا تزال الكرة حائرة. منتخب مصر عشرة لاعبين، كرة ملعوبة للأمام، خطيرة، خطأ أيضا في الإبعاد، خطأ في الدفاعات، والكرة ماشية، الكرة ماشية، الكرة مرت، الكرة عدت، لا فيها ركلة زاوية، فيها ركلة زاوية. الأخطاء الدفاعية أكيد حاطة في بالها بنت المصري، أخطاء دفاعية يعني من النوع المكلف، من النوع المكلف. هنا طبعا الجمهور المصري اللي الحقيقه هو ما هدى، هو لم يهدى، هو ممكن يجي فتره ركود شوي لكن هدوء كامل، سكوت لا، ما يسكت على طول باستمرار مع منتخب بلده. التقدم والنقص العددي لا ينهي ابدا قدرات المنتخب المصري على ادائه، على تواجده، على لمساته، على مرور، على عرضيه، على تراقص، على خطا لمصلحه المنتخب المصري. ايضا من اللاعب احمد عاشور، ولا لا 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 المحاوله، لا والله هذا محمد شحاته. شوف هنا طبعا لقطة الخطأ، وخطأ مصري في الجانب الأيسر في أقصى اليسار على يمين حارس المرمى رائد سيبي. الحقيقة اللي تلقى هدفين، لكن والله تصدى للأمانة لأكثر من ذلك، أربعة أهداف ممكن، خمسة كانت محققة أنقذها رائد. على ما نتابع الركلة الحرة المباشرة لمصلحة المنتخب المصري، ركلة حرة مباشرة وتعليمات حكم اللقاء، عدم رفع اليد خارج الجسم. نتابع إذن الخطأ موجود، وتعليمات الحكم أيضا للاعبين قبل التنفيذ. خطأ مصري حتى الآن بانتظار تنفيذه، والكرة مرت أرضية. شوف كيف فلت من الدفاع، هذا كان حديث عن الأمور الدفاعية الحقيقة في المنتخب السعودي في بعض الأخطاء، بس إنها كانت أكبر وأكثر الحقيقة، وكانت مكلفة الحقيقة، لكن
براعة حارس المرمى الحقيقة في 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 أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة منعت هذا التقدم ومنعت هذا هذه الأهداف أنها تكون موجودة. كرة سعودية الآن أمامية داخل منطقة الجزاء بالرأس، تبعد وتعود مرة أخرى. صاحب الهدف الأول من أبعدها حسام عبد السلام، كرة تمر في الطرف الأيسر من جديد للمنتخب المصري، لكن تتخلص تقطع مرة أخرى، وصلت من جديد لمصلحة المنتخب السعودي. لمسة أمامية طويلة جدا بعيدة تماما، لمسة الأمام كانت من اللاعب محمد محرزي، وهذا أيمن أحمد، أيمن أحمد في الكرة الماضية، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة مرمى. كان حديثنا أيضا في 2009 منتخب مصر كأس العالم للشباب اللي كانت في 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 مصر، لما فاز على ترينيداد برباعية مقابل هدف واحد، وخسر من الباراغواي بنتيجة 1-2، وفاز على إيطاليا 4-2. هذه النتائج اللي قدمها المنتخب المصري في 2009، لكن خسر أيضا طبعا من كوستاريكا 0-2، وهو نفس المنتخب كوستاريكا اللي أخرج أيضا منتخب الإمارات من بطولة كأس العالم في 2009 للشباب اللي كانت في مدينة مصر. حديثنا أيضا طبعا للمنتخب المصري وللمنتخب السعودي وعن تواجدهم أيضا على مستوى البطولة. تحدثنا عن البطولة اللي كانت في السعودية كأس العالم 89، عندما كان في المنتخب السعودي في مباراته في وجوده مع منتخب البرتغال ومنتخب تشيكوسلوفاكيا، وكذلك أيضا مع منتخب نيجيريا والنتائج اللي قدمها. بالمناسبة في المجموعة المنتخب ما تأهل، لكن هو خسر من نيجيريا وخسر من المنتخب نيجيريا وكوستاريكا. هذه كرة أمامية لكنها تتخلص، لكن فاز على من؟ شوف الغريبة في كرة القدم، فاز على البرتغال، وكانت البرتغال هي البطل للبطولة، يعني بعد ما فاز عليها المنتخب السعودي أخذت البطولة. هذه إنذار. أوه، هنا بطاقة صفراء أيضا للمنتخب السعودي، بطاقة صفراء أيضا حسين وحسن العلي، حسن العلي يحصل على إنذار، 3 بطاقات صفراء، 3 بطاقات. هذا حسن العلي ومحمد مران وفيصل غامدي عفوا وأيمن أحمد، هذه بطاقات صفراء. بينما المنتخب المصري هناك أحمد عاشور، وهناك أيضا محمد صابر اللي استبعد بالبطاقة الحمراء مباشرة. كان ذلك وهذه الأحداث حتى الآن طبعا هنا في ملعب اللقاء ما بين السعودية مصر، مصر السعودية في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عام. حكم اللقاء المغادرة. الحديث عن أدوات، الأدوات بالنسبة للاعبين، الحديث عن الشورت، الحديث عن التيشيرت أو الفانيلة، بعض الأدوات الحقيقة حكم اللقاء يمنع طبعا يجب ارتدائها للاعبين، بعض طبعا والبعض تكون اختياري بالنسبة للاعبين. لذلك حكم اللقاء أعطى الأمر للاعب المنتخب المصري بمغادرة أرضية الملعب. منتخب مصر الآن ب9 لاعبين في أرضية الملعب، ب9 لاعبين. هذه كرة أمامية، كرة مرت في الطرف الأيمن، عودة مرة أخرى، والمحاولة السعودية في أقصى اليمين ملعوبة. هنا عودة طبعا للاعب محمد بكري اللي عاد إلى أرضية الملعب من جديد، عاد إلى أرضية الملعب من جديد، والرمية الجانبية لمصلحة المنتخب السعودي ملعوبة، منقولة في الطرف الأيسر، العرضية السعودية، ولكن أيضا تتخلص بشكل خاطئ. لا تزال الكرة في مكان خطير على مرمى المنتخب المصري. مرة أخرى تسديدة، لمسة للأمام، فرصة هنا، المحاولة، تدخل، إبعاد، والكرة مرت إلى رمية جانبية، فرصة كانت لحسن العلي لكنها مرت بسلام. لا تزال سعودية أمامية، بالرأس تبعد، وتدخل من حارس المرمى الحارس فارس محمود. منتخب مصر على مستوى كأس العالم في 2001 طبعا كانت هي أفضل نتائجه
عندما وصل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر من غانا الوصيف. بينما منتخب السعودية المنتخب السعودي وصل في 2011 دور 16 وكذلك في 2017 وصل لدور 16. في 2011 فاز على كرواتيا 2-0 كان من سجل ياسر فهمي وفهد المولد، وكان فوز على غواتيمالا بستة أهداف نظيفة كان ياسر الفهمي ويحيى الدغريري ومحمد الفتير وياسر الشراني وسالم الدوسي وابراهيم الابراهيم هم من سجلوا للمنتخب السعودي بعد الخسارة من نيجيريا 0-2. وبعد ذلك هنا طبعا شوفوا حارس المرمى اللي التقط الكرة الماضية لكن وقع على أرضية الملعب، وبعد ذلك من البلد المنظم خسر بثلاثة أهداف نظيفة. هذا ما حدث للمنتخب السعودي في 2011. في 2017 كان في مجموعة السنغال الإكوادور وأمريكا وكذلك أيضا طبعا بالإضافة للسنغال هنا بندر بصريح والنظرة، والنظرة تكفي للتغيير والقراءة والجمهور هنا المصري الحقيقة المتفاعل جدا في هذه المباراة. كرة أمامية عادت من جديد كان بالسلامة حارس مرمى المنتخب المصري، كما قلنا كان في مجموعة 2017 خسر من السنغال 0-2 وفاز على الإكوادور 2-0 بهدفي عبد الرحمن اليامي وقتها، وتعادل مع المنتخب الأمريكي 1-1 كان من سجل المنتخب السعودي وقتها عبد الإله العمري. بعد ذلك في دور 16 خسر من الأورغواي بهدف نظيف. هذا حديث عن المشاركات وأبرز المشاركات على مستوى البطولة الأبرز الحقيقة على مستوى شباب كأس العالم ومشاركات المنتخبات. تحدثنا عن مصر ونتحدث عن السعودية ونتحدث عن السعودية ونتحدث عن مصر، كل هذه الأمور اللي تحدثت عنها أنه والله في هذه المباراة الحديث أكثر من أنه والله مجرد والله منتخبين يلعبون، لا الحديث عن منتخبين لهم اسمهم، منتخبين لهم تاريخهم حتى في المشاركات على مستوى الكاس العالم. شارك المنتخب العراقي، شارك المنتخب السوري، شارك المنتخب الأردني، تواجدوا المنتخب البحريني، تواجد المنتخبات الحقيقة العربية الخليجية. هذه كرة سعودية أمامية، فرصة الآن فيها مرور لا فيها استبعاد وإبعاد للكرة في اللقطة الماضية وتعود مرة أخرى المنتخب المصري أمامية طويلة لكن فيها صافرة وخطأ، كان فيها احتكاك يحتسب فيها حكم اللقاء خطأ لمصلحة المنتخب المصري في اللقطة الماضية. هنا أمامنا اللاعب محمد وران صاحب 3 أهداف في مباراة السعودية أمام منتخب فلسطين، صاحب 3 أهداف في مباراة السعودية فلسطين، مباراة اللي انتهت ب4 أهداف نظيفة. مصر اللي تفوقت على منتخب الجزائر في المباراة الأولى ب4 أهداف مقابل هدف واحد، يعني إلى قبل هالمباراة السعودية في المركز الأول بفارق هدف مع تعادل النقاط، لكن حتى الآن المنتخب المصري بهالنتيجة بصدارة. وقوع لحارس المرمى رائد، ألف سلامة رائد هازيبي، ألف سلامة يا رائد. المنتخب السعودي حضر لهالبطولة كما قلنا في مواجهة المنتخب العراقي، يعني واجه المنتخب العراقي في قبل البطولة بأيام للتحضير. رائع بندر بصريح طبعا مدرب المنتخب السعودي انه يشارك اللاعبين بالتواجد، يشارك طبعا في التواجد والتحضير للبطولة خاصة المنتخب العراقي من المنتخبات ايضا القوية، منتخب ايضا شارك على مستوى طبعا كأس العالم وكؤوس العالم. شوف حارس المرمى اللي وقع على أرضية الملعب، يبدو لي شد تعرض له، على العموم لا يزال يتلقى العلاج. وفرصة ايضا لالتقاط الأنفاس للمنتخبين سواء المنتخب المصري او المنتخب السعودي، الحديث يعني هي قريبة بالتايم اوت او بالوقت المستقطع للفريقين. لا يزال حارس المرمى يتلقى العلاج، ألف سلامة يا رائد. حقيقة الحديث اللي صرح فيه الحقيقة الرئيس الهيئة العامة للرياضة، وهنا طبعا نشوف التغيير، هذا عربي مختار، عربي مختار اللاعب رقم 8 يشارك بديلا لأحمد عاشور اللي عنده بطاقة صفراء. يأتي اللاعب رقم 8 والتغيير يتم الآن للمنتخب المصري، عربي مختار القائد لمنتخب مصر
في المباراة الماضية. يشارك الآن عربي. إذن هذا عربي طبعا اللي شارك الورقة الثانية للسيد ربيع ياسين في تشكيلة منتخب مصر. وحكم اللقاء إذن يستأنف اللعب ونستأنف اللعب إذن بعد الخطأ اللي كان على مران. الكرة عادت من جديد لمصلحة المنتخب السعودي لكنها تتخلص وعادت مرة أخرى. رمية جانبية إذن. رمية جانبية إذن والله الجمهور السعودي يعني الضربان ويغني للمنتخب المصري يعني. يا مسافر على بحر النيل. على العموم هنا الكره المحاوله والتسديده وتعود مره اخرى يعني يعطي اجواء يعني حتى الجمهور المنتخب السعودي يعطي اجواء للمباراه. كره عادت مره اخرى الى رميه جانبيه لمصلحه المنتخب السعودي. رميه جانبيه ايضا في الطرف الايمن. رميه جانبيه مصريه بينما بدلاء المنتخب المصري. كرة تصل أمامية تحت ضغط موجود عدم إعطاء مجال التحرك، عدم إعطاء مجال التواجد، عدم إعطاء مجال للأرياحية إنجاز التعبير. هذه كرة مرت لكنها إلى خارج أرضية الملعب طبعا وقوع للاعب المنتخب المصري اللاعب أسامة عبد الهادي. أسامة صاحب الهدف. الرامية الجانبية مرت سريعة للأمام لكنها عادت مرة أخرى للمنتخب المصري. أمامية عادت سعودية في منتصف الملعب. هنا انطلاقة محاولة من أيمن لكن ضغط موجود وإبعاد الكرة وعادت مرة أخرى للمنتخب السعودي. البحث بشتى الطرق رغم النقص العددي للمنتخب المصري إلا أنه حتى الآن متماسك. هذه كرة أمامية لكنها مرت إلى حارس المرمى. مرت إلى حارس المرمى. كان حديث كما قلنا لرئيس البيان طبعا نشرف عبر حساب الاتحاد العربي وحديث السعي لبناء منظومة رياضية متكاملة حتى تسهم في صناعة الرياضة وتطويرها وتنوية الوطن العربي. وهذا الشيء اللي يجسد هذه البطولة الحقيقة الإضافة طبعا اللي ترتكز المنظومة على تنمية المواهب الكروية خلال إطلاق هذه المسابقات لمختلف الفئات بالمناسبة ليس فقط على مستوى شباب لكن مختلف الفئات طابع فني وتنظيم عالي. حتى الآن طبعا بكل نجاح المملكة العربية السعودية بتنظيم هذه البطولة بالتواجد لهذه البطولة بالأسماء اللي موجودة في هذه البطولة. هذه كرة سعودية داخل منطقة الجزاء لكنها تبعد من الدفاعات المصرية تحت ضغط موجود لكن الكرة تبعد وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري. تحضير بشكل خاطئ تعود سعودية لكن فيها صافرة وخطأ وقوع للاعب المنتخب المصري أسامة عبد الهادي على أرضية الملعب. ألف سلامة يا أسامة. أسماء الحقيقة شاهدناها في المباراة أسماء رائعة. أنا أتحدث لأنه كنت الحقيقة في العديد من البطولات حتى في موسم يعني كأس العالم في 2011 اللي كانت فيها في البرازيل كنت أحد الطاقم أيضا التعليق لهذه المباراة أو لمباريات تلك البطولة. يعني شاهدنا لاعبين كان منهم من برز ومنهم من تواجد ومنهم من فرض نفسه. يعني فهد المولد، سالم الدوسري، فهد المولد في الاتحاد، سالم الدوسري في الهلال، ياسر الشهراني ايضا في الهلال، ياسر الفهم اللي كان يتواجد ايضا، محمد الفتيل. هذه الاسماء اللي كانت في 2011 تتكلم يعني عن 8 سنوات او 9 سنوات لكاس العالم 2011 اللي كانت في البرازيل. اتحدث انه اسماء كانت تحت 20 سنه نعم لكن هي الان وين تقدمت
هي الآن يعني أعطوا يعني وصلوا إلى مراحل على مستوى المنتخبات، على مستوى أنديتهم في المشاركات سواء الخليجية أو العربية أو حتى المستوى على مستوى الآسيوي والقاري وحتى على مستوى كأس العالم. لما تتحدث عن سالم الدوسري وكذلك أيضا ياسر الشهراني والتواجد مع منتخبات بلادهم في كأس العالم في روسيا. على العموم عندنا تغيير الآن المنتخب السعودي، التغيير يأتي دخول اللاعب رقم 16 مع يغادر فيصل، ودخول اللاعب رقم 16 في صفوف المنتخب السعودي اللاعب أحمد نصاص. أحمد إذن البديل، أحمد البصاص وفيصل غامدي طبعا اللي غادر أرضية الملعب لديه بطاقة صفراء. فيصل لذلك فضل إخراج حكم المدرب بندر بصريح والزج باللاعب أحمد بصاص. الورقة طبعا السعودية اللي تأتي الآن وتأتي مع الدقيقة رقم 82 وتأتي لمحاولة التعديل، لمحاولة الرجوع إلى المباراة، لمحاولة الإبقاء على صدارة على أقل تقدير. التعادل يعني صدارة المنتخب السعودي بفارق الهدف اللي موجود من المباراة الماضية. فوز منتخب مصر يعني 6 نقاط، يعني ضمان تأهل في هذه البطولة، لكن هي موضوع لعبة كراسي لأنها سيقابل منتخب فلسطين. مصر ستقابل منتخب فلسطين والمنتخب السعودي سيقابل منتخب الجزائر. هذه فرصة خطورة مصرية والكرة عدت والكرة عادت والكرة مرت ووصلت من جديد لمصلحة المنتخب المصري. شوفوا المحاولة اللي كانت والإبعاد، وصلت سعودية مرتدة طويلة للأمام خلف المدافعين، لكن تجد المتابعة خطأ في الإبعاد. أوه الأخطاء تتوالى، الأخطاء تتوالى هنا وهناك، لا من دفاعات ولا من هجوم، لكن الأمور حتى الآن هي 2-1 لمصلحة المنتخب المصري. مرت للأمام، عادت من جديد لمصلحة المنتخب السعودي. لمسة في المنتصف، البحث عن تعديل هي ما ينشده، هو ما يطلبه المنتخب السعودي. رأسية تتحول لكنها تمر، شوف الكرة الثانية وين تروح مباشرة للاعب المنتخب المصري. تابع شوف العرضيات المنتخب السعودي من يمين ومن يسار، حتى كرات العمق اللمسة الأولى تذهب إلى المهاجم للمنتخب المصري. الحديث عن تمركز دفاعي ليس إلا، الكرة مرت أمامية لكنها تتخلص وتعود مرة أخرى إلى رمية جانبية. نعم هي الموضوع على تمركز دفاعي، عن نواحي دفاعية يحتاج فيها الكثير، بينما هنا وقوع للاعب المنتخب المصري. السلامة أسامة عبد الهادي، أداء كبير حقيقة لهذا كبير لأسامة الحقيقة في هذا اللقاء، واللي غادر أرضية الملعب والكرة تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري، لكنها إلى ركلة مرمى. نعم إلى ركلة مرمى. الدقائق تمر والمباراة تزداد إثارة، المباراة تزداد حماس، المباراة لا تزال فيها الكثير، فيها الكثير. الكرة مرت في الطرف الأيسر، محاولة سعودية لكنها تتخلص وتعود مرة أخرى من جديد لمصلحة المنتخب المصري. أمامية مرة أخرى، لا تزال الكرة إلى رمي. نعم لمسة يد، كان فيها لمسة يد على اللاعب أيمن أحمد، أيمن والرمية الجانبية أو الخطأ اللي موجود لمصلحة المنتخب المصري. هنا أمامنا اللاعب أيمن إبراهيم، إبراهيم محمد، إبراهيم علي محمد. أداء كبير للمنتخب المصري، شوفوا لمسة اليد اللي شبع حكم اللقاء. هذه فرصة، أوه تدخل وصافرة وخطأ فهد الدوسري، خطأ على فهد لمصلحة اللاعب إبراهيم علي محمد. شوف هذه الأسماء خليها عندك، احفظ لها مكان بالذاكرة عندك كذا. شوف راح نشاهد الكثير والكثير، مثل إبراهيم محمد، إبراهيم علي، ومثل محمد مران، ومثل نواف، ومثل العديد من الأسماء راح نشاهدها بإذن الله تعالى. تحدث الكلام في 2011 وتحدثنا فيه بالعديد من البطولات في مثل هذه البطولات في الفئات السنية. هذه كرة محاولة في الطرف الأيمن للمنتخب المصري، لكن هنا تدخل والكرة تعود مرة أخرى طويلة سريعة للأمام، لكن هذا لا يكون إلا بالمواضع التزام، إلا يعني أمور كثيرة الحقيقة.
في 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 كرة القدم. نتحدث حتى على مستوى المملكة العربية السعودية الحديث حتى على موضوع الأكاديميات، على موضوع المعهد، أو يعتبر أيضا من الداعمين طبعا لهذه البطولة معهد إعداد القادة والبطولات اللي أقيمها، لعل مؤخرا أقام بطولة على مستوى الأندية، أندية عالمية جاءت اللي تلعب لتحتك مع أندية سعودية، لتحتك لممارسة لأمور كثيرة الحقيقة في كرة القدم، في عالم كرة القدم لا يقتصر الأمور على تدريب وخلاص، لا، تحتاج إلى دورات، تحتاج إلى مباريات، تحتاج إلى احتكاك، تحتاج معسكرات، تحتاج مثل هالبطولات اللي أمامنا الآن. هذه من البطولات المهمة جدا. لما تحدثنا عن منتخب مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، منتخبات الأفريقية، السنغال، كل هالمنتخبات قاعدة في هالبطولة هي تحضيرية أيضا لاستحقاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا في موريتانيا اللي ستكون إن شاء الله. لذلك حتى الحال بالنسبة للمنتخبات الآسيوية، لكن مثل هالاحتكاكات فيها في 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 البطولة، مثل المنتخبات اللي موجودة، المنتخب السعودي، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخب البحريني، ثقافات كروية، أمور كروية كثيرة، خروج من حارس المرمى. أوه، برافو رايد، برافو يا رايد، والكرة عادت مرة أخرى. لذلك نتحدث حتى على مستوى كرة القدم اللي يتابع يقولك والله حتى الحكام اللي من أفريقيا غير الحكام اللي من آسيا. نعم، هذه حقيقة، لأن في كرة القدم كرة لعب التحام، لعب احتكاك، قد يكون قريب من العنف أحيانا، لكن لا يعني أنه عنيف، لا، هناك جدية. هذه محاولة، خطورة سعودية، فرصة، تدخل، حارس المرمى يبعدها، وقوع على أرضية الملعب، وحكم اللقاء يوقف اللعب. ألف سلامة، حارس المرمى والمدافع على أرضية الملعب. لذلك نتحدث حتى كما قلنا على مستوى التحكيم، البعض يتحدث إن والله الحكام في أفريقيا ما يحتسبون أي خطأ بسرعة كذا، لا، أوه، هنا دخول قوي الحقيقة، دخول قوي الحقيقة من خالد دغريري في اللقطة الماضية على حارس المرمى المصري. لذلك كما قلنا في حكام الأفريقي طبعا هذا عبد الرحمن الدولي، عبد الرحمن العشري، نتحدث عن التغيير. نعم، عبد الرحمن العشري يبدو لي يستعد للنزول بديلا لمحمد شحاتة، يبدو لي محمد شحاتة من يغادر، والبديل هو اللاعب عبد الرحمن العشري. خلينا نشوف ايش اللي راح يكون من احداث، لكن الامور حتى الآن بهذه النتيجة. قام بالسلامة حارس المرمى آخر دقيقتين أو أقل من ذلك، 2-1، الأمور تذهب لمصر، الأمور تذهب لمصر بعشرة لاعبين المنتخب المصري. هذه كرة للأمام، المنتخب المصري يحاول، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي، المحاولات موجودة، والنقل أمامية، أوه، استلام كان خاطئ. قريب ما نتحدث عن الاستلام والكرة الأولى ولمسة الكرة الأولى، شاهدنا الهدف الأول كان من خطأ من لمسة الكرة الأولى، أو كرة خطيرة كانت من خطأ اللمسة الأولى من المدافع فقدها، وكادت أن تكون أكثر من هدف الحقيقة لولا براعة حارس المرمى رائد زمي اللي خلص المرمى السعودي من العديد من المحاولات. هذه عرضية عالية، استلام، فرصة للهدف، جول جول جول، الله، عدلوها، الأخضر السعودي يعدل النتيجة بعد خطأ كان، والمنتخب السعودي يسجل التعديل، تعديل للحفاظ على صدارة، تعديل للحفاظ على تواجد، تعديل للحفاظ على بطولة. هو ما حدث وهو ما كان، ولم يكن بالحسبان عند المنتخب المصري، لكن مع الدقيقة 90 يأتي الهدف ويأتي التقدم ويأتي الهدف الثاني لمصلحة المنتخب السعودي. 5 دقائق مضافة، ولكن الأمور بالخمس دقائق هل يفعلها محمد شحاتة؟ غادر وعد بديل عبد الرحمن. إذن شوف 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 اللمسة، شوف اللمسة، شوف المحاولة، برافو عليك يا أيمن، برافو عليك يا كابتن، برافو
برافو أيمن، أيمن أحمد إذن يسجل الهدف مع الدقيقة 90 في الوقت القاتل، يسجل الهدف الثاني 2-2. حبايب وحبايب دائما طبعا، لكن حبايب في المباراة هو الكرة وصلت إلى رمية جانبية سعودية، استلام البحث عن وصول، البحث عن ثالث، نعم البحث عن ثالث، استغلال للمر للنقص العدد اللي كان، هذه كرة للأمام، محاولة مرور لكن صافرة، لمسة كانت أو شد كان في النقطة الماضية وخطأ، وقوع لاعب المنتخب السعودي فهد الدوسري هنا في النقطة الماضية. برافو عليك، برافو يا أيمن، هذا لاعب نادي النصر السعودي أمامنا في اللقطة الماضية، والكرة الماضية اللي كانت، والكرة اللي عدت، والكرة اللي وصلت إلى شباكي حارس المرمى الحارس فارس محمود. بهالنتيجة المنتخب السعودي 4 نقاط، مصر 4 نقاط، الجزائر ينتظر طبعا مباراته من أمام منتخب فلسطين، مباراة أيضا ليدخل الجزائر منافسا أو يكون لفلسطين أيضا منافس، المجال مفتوح في هذه المجموعة حتى يكون، لأنه الجزائر راح يقابل منتخب فلسطين والسعودية راح تقابل منتخب الجزائر في المباراة الأخيرة في هذه البطولة يوم الخميس القادم في هذه المجموعة. طبعا نتحدث عن المجموعة لكن لسه النهائيات لسه عليها، لكن أتحدث عن هالمباراة، أتحدث عن ما شاهدناه في هالمباراة. نعم 90 أو 92 دقيقة، لكن شاهدنا كرة قدم الحقيقة هي للكبار، كرة قدم للكبار وليست والله تحت 20 سنة، ليست تحت 20 سنة، ما تتحدث هذا، ما تتحدث عن تطور كرة القدم في مصر، تطور كرة القدم في السعودية، تطور كرة القدم في المغرب، في الجزائر، في تونس، هذه المنتخبات وكذلك البحرين، كل المنتخبات الكرة الآن تتقدم، الكرة للأمام، الكرة تعطي الحقيقة من يعطيها، المنتخبات اللي كان لها تواجد على مستوى كأس عالم، المنتخبات كان لها تواجد على مستوى القاري، البطولات الكثيرة الحقيقة. لما تحدثنا عن المنتخب السعودي، لما كنا على المنتخب السعودي، لما تكلمنا عن حلاوة المنتخب المصري وعن جمهور المنتخب المصري اللي أعطى نكهة ليست سهلة أبدا في هذه المباراة. لا أقول والله نفتقدها، لا نفتقدها في البطولات العربية نعم، لكن نفتقد مثل هالجمهور الحقيقة اللي يعطي، الجمهور اللي حاضر، الجمهور اللي أخذ المكان الكبير الحقيقة، مكان للمنتخب المصري وجمهور المنتخب المصري اللي يعطي يعني تشجيع، لم يتوقف، وممكن يهدى شوية لكن لا يتوقف الحقيقة جمهور المنتخب المصري على الرغم من تقدمه بهدفين نظيفة، لكن المنتخب السعودي استطاع، ألف سلامة طبعا فهد الدوسري، استطاع أن يعود، استطاع أن يقلص الفارق، ومن ثم يدخل على الهدف الثاني كان من ركلة جزاء في الدقيقة 53، ثم في آخر دقيقة في الرمق الأخير أيمن أحمد يسجل الهدف الثاني، هدف التعادل لأيمن، أيمن يعطي أيضا الراحة الأكبر، الصدارة حتى الآن في هالمجموعة، هذا أيمن مشي العرضية مرت لكنها تتخلص وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي، لمسة للأمام طويلة لكن أيضا تجد دفاعات المنتخب المصري. شوف الكرة الثانية، هذا تحدث عن الكرة الثانية، التقرير يخلص بعد إلى خارج أرضية الملعب مرت، لا حتى الآن داخل أرضية الملعب، حتى الآن الكرة السعودية لمسة أمامية، شوف تقرير في الطرف الأيمن يمشي العرضية مرت عدت وصلت لأقصى اليسار لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إشارة من الطرف الآخر، من هناك إشارة من المساعد الثاني الإماراتي يقول فيها هناك ركلة مرمى، هنا طبعا علي النعيمي صاحب الراية الأخيرة والثواني الأخيرة من عمر هذا اللقاء، مصر السعودية، السعودية مصر في كأس العرب هنا في الأراضي السعودية هنا في مدينة الدمام، التعادل مستمر حتى الآن، لا تأمل في كرة القدم، لا تأمل، هذه كرة الأمام سريعة في الطرف الأيسر، محاولة مصرية بعرضية حلوة، هذه رأسية تتخلص وتعود مرة أخرى لمنتخب السعودي، منتخب السعودي في هجوم مرتد، في لمسة مرتدة أمامية ما مرت، ما عدت، ما وصلت، فيها صافرة، فيها خطأ، هنا إيقاف للعب، إيقاف للعب في اللقطة الماضية أو تأخير للعب في الثواني الأخيرة، أن ننتظر الصافرة المغربية، إذا ما انتهت بهذا التعادل يعني أن المنتخب السعودي في صدارة لهذه المجموعة بفارق هدف عن شقيق المنتخب المصري. هذه الكرة مرت، هذه الكرة اللي وصلت، السنغال 3-1 على السودان، وعندنا 2-2، وهنا إلى رائد وصلت الكرة الماضية، يبدو لي الأمور تقترب بتعادل
التعادل. الكرة وصلت، الكرة مرت ولكنها مرت طويلة للأمام ولكنها بعيدة عن الجميع، لكن تجد أيضا الرقابة والمتابعة السعودية أمامية من رائد اللي خلصها اللي مشاها للأمام، لكن تجد أيضا متابعة للدفاعات السعودية. هنا تدخل ولكن حكم اللقاء هنا يحتسب خطأ، يحتسب خطأ في اللقطة الماضية بعد الدخول اللي كان، وقد تكون الكرة الأخيرة نلعب في الدقيقة السادسة. نعم حكم اللقاء أعطى طبعا الدقيقة أيضا عن الخمس دقائق زيادة على اعتبار وقوع لاعب المنتخب المصري. على العموم خطأ هو الأخير من منتصف الملعب، خطأ هو الأخير من منتصف الملعب المنتخب السعودي. نعم من منتصف ملعب المنتخب السعودي. نتابع نشاهد الخطأ المصري، نتابع الخطأ. عزمي مختار، محمد مراد، نتابع. لا تزال الأمور، لا تزال الأمور نتابع الخطأ. إذن نشاهد أكثر من لاعب هنا، هذا محمد بكري ومختار على تنفيذ الخطأ. مختار تصطد، تعود مرة أخرى، برافو رايد ومحا. إذن سيداتي وسادتي يطلق حكم اللقاء المغربي الحكم الزرق عادل، ينهي أحداث هذا اللقاء. مبروك للفريقين هذا الأداء، وهارد لك لهالفريقين هذا التعادل. هذه أقل كلمة ممكن أقولها للمنتخبين على ما قدموا من أداء، من 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 قوة، من إثارة، من ندية لم نحس أيضا في 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 المباراة، في فتور أو في قل أو في ضعف أو في أي أمور، حتى الأمور الفنية نتركها لصحاب الأمور هذه يتحدث عنها أكثر وأكثر. مشاهدينا أحبتي في كل مكان، شكرا مصر، شكرا للجمهور المصري الحاضر هنا في استاد الأمير محمد بن فهد، شكرا للمنتخب السعودي، شكرا للجمهور السعودي اللي حاضر معانا هنا في ملعب هذا اللقاء. مبروك ايضا للفريقين على هذا الاداء، اتمنى نشاهد فيكم اكثر واكثر على مستوى القاره وعلى مستوى العالم. مبروك للسعوديه ومبروك للمصر ايضا هذه الام وهذه النتيجه وهذا التواجد وهذا الاداء. احبتي في كل مكان، اخيرا تقبلوا تحياتي، هذا انا خالد اليوسف احييكم، اعود بالصوت والصوره زميل غانم العريني ومع زميل سمير هلال الحديث اكثر واكثر عن مدار في هذه المباراة. أما أنا أترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.